بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان ومن جديد واستاد الأهلي. النهاردة عندنا حلقة خاصة عن قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وزي ما حضراتكم عارفين أن قطاع الناشئين ده من أهم الأعمدة الرئيسية اللي بيتكون منها أي نادي محترف. أي نادي محترف عايز تعرف مستقبله بص على قطاع الناشئين، عايز تعرف الحاضر اللي هو فيه بص على قطاع الناشئين، أيضا عايز تعرف ليه كانت نتائجه متراجعة في الماضي برضو انظر على قطاع الناشئين. في الجزء الأول من حلقتنا هيكون معانا كابتن أحمد سمير بيبو المدير الفني لفريق 2005 في النادي الأهلي، وأيضا هيكون معانا ضيوفنا طبعا نجوم المستقبل في النادي الأهلي وأولاد النادي اللاعب يوسف حفيفي وأحمد أيمن مارادونا. وفي الجزء الآخر هيكون معانا مدرب حراس المرمى كابتن محمد فتوح، وأيضا هيكون معانا اللاعب يوسف جمال ومحمد رأفت من نجوم النادي الأهلي الصاعدين الواعدين. في البداية عايز أتكلم مع حضراتكم على قطاع الناشئين وليه مهم جدا يكون عندك قطاع ناشئين على أعلى مستوى ومتطور. لو بصينا على مجرى الكرة في كل مكان في العالم الأندية الكبيرة، فكرة ممكن يكون عندك فريق أول قوي جدا ولكن هيدي لك سنة سنتين التالتة هتلاقيه وقع ومش قادر تقومه مرة تانية. ليه؟ عشان انت ما عندكش قطاع ناشئين بتعرف تاخد منه الذخيرة اللي تقدر تناسبك. النادي الاهلي نادي مختلف، نادي مختلف في طباعه، في صفاته، في مبادئه، في اسلوبه. النادي الاهلي احلى كرة في افريقيا واحلى كرة في مصر، فانت محتاج ان الناشئ او اللاعب اللي هيكون من ولادك يكون عنده مبادئ النادي الاهلي وروح الفانلة الحمراء وكل الكلام اللي بنسمع عليه من 110 سنة، مش بس سنة ولا سنتين ولا حتى 20 سنة، احنا بنتكلم في 110 سنة مبادئ وتاريخ بيتوارثه كل الأجيال اللي جم في تاريخ الكرة المصرية ومن نادي الأهلي. والنادي الأهلي كويس، منتخب مصر كويس على هذه الأسس. الأسس إن لاعب النادي الأهلي في أول حاجة عنده أخلاق متقومة بشكل قوي جدا، الناحية الفنية عنده على أعلى مستوى، بيبقى من أفضل اللعيبة اللي موجودة على مستوى جمهورية مصر العربية وعلى المستوى الأفريقي والدولي. ثالث حاجة عنده الحتة النفسية، النادي الأهلي نادي بيلعب على الفوز، دايما بيلجأ إلى الكرة الهجومية، عارف يعني إيه يلعب تحت ضغط، لأن ناشئ النادي الأهلي من أول يوم ليه جوه قميص النادي الأهلي هو تحت ضغط، لأن الكل ينظر إليه نظرة مختلفة، ده لعيب النادي الأهلي. عشان كده لما بيجي في قطاعات الناشئين في بعض اللعيبه لا توفق انها تكمل مع الفريق الاول في النادي الاهلي، ولكن الانديه الثانيه تاخده وقبل اي حاجه يقول لك اصل ده لاعب النادي الاهلي، اصل ده اخلاق النادي الاهلي. ودي من الحاجات المهمه جدا. عايز اقول لحضراتكم ان في انديه واكبر قطاعات الناشئين في العالم، لو جينا بصينا على ايكس امستردام وبدايه بقى رينس ميتشلز ثم كرويف والكره الشامله، الكره الشامله بدات من قطاع الناشئين في ايكس امستردام، وحتى الان عايز تبص المدرسه الام في كل قطاعات الناشئين في كل دول العالم هي مدرسه ايكس امستردام والكره الشامله، الكره الهجوميه اللي كل العالم خد منها وابتدى يبني قطاعاته. لو شفت فريق طبعا منتخب هولندا وازاي وصل الى نهائي كاس العالم امام الارجنتين ثم في نهائي الثمانينات جيل بقى فان باستن وخوليت وفرانك رايكارد، ووصلوا ليه خدوا بطوله اليورو 88 ثم بعد كده حتى لعبوا كاس منتخب مصر في كاس عالم 90، واي نعم كابتن مجدي عبد الغني جاب جون فيهم وحتى الان فرحان بيه جدا، ولكن الاجيال اللي في منتخب هولندا على مدار التاريخ هي كانت بدايه الاساس في الكره الشامله الكره الهجوميه. عايز اقول لحضراتكم برضو فرقه زي مانشستر يونايتد واحد من افضل الفرق في انجلترا وايضا النادي الاكثر حصولا على لقب الدوري الانجليزي، و الان بيعاني بشكل كبير جدا بعد رحيل سير اليكس. سير اليكس في بدايه قدومه الى فريق مانشستر يونايتد كان فريق مانشستر يونايتد ما مش قوي في بدايه الثمانينات، ولكن ايه اللي عمله؟ ابتدى ينظر الى الناشئين وعمل جيل قوي جدا في فريق مانشستر يونايتد وكان اسمه كلاس 1992، وظهر فيه بقى راين جيجز وديفيد بيكهام بول سكولز اللعيبه الكبار جدا 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 اللي قادوا مانشستر يونايتد انه يتخطى حتى حاجز فريق ليفربول في عدد الالقاب. فريق مانشستر يونايتد بهذا الجيل حتى راين جيجز الى ان اعتزل هو وبول سكولز كان في قوام على مبادئ او طريقه مانشستر يونايتد، فكان فريق مانشستر يونايتد مسيطر بشكل كبير جدا. ولكن بعد رحيل السير وبعد ما ابتدت النتائج مانشستر يونايتد تتراجع وقدوم مدربين مختلفين، مفيش ناشئين من فريق مانشستر يونايتد ابتديت تشوفهم، فابتدى يتراجع. حتى مع سير أليكس فيرغسون التدعيمات لما جاب اللاعب كريستيانو رونالدو جابه هو ناشئ وتوهج عنده،
نفس الشيء بالنسبه لروني. روني كان افضل ناشئ لاعب صاعد في فريق ايفرتون، وسير اليكس فيرجسون بص عليه قال لك ده لعيب كويس اخده عندي فاطور الدنيا، فحتى انصهروا داخل القوام. لكن القوام الرئيسي كان منين؟ كان من قطاع ناشئين فريق مانشستر يونايتد، واللي ادانا العديد من البطولات، وحتى حصلوا على الثلاثيه في 99. وادي لقطه الثلاثيه لسه بتكلم عليها مع حضراتكم، وادي الحارس الكبير بيتر شمايكل، وادي ديفيد بيكهام، وهتلاقي بول سكولز، وهتلاقي اللاعب جيجز طبعا اسطوره ويلز في الكره الانجليزيه، وهتلاقي اندي كول، وهتلاقي دوايت يورك، وهتلاقي كل النجوم اللي اغلبها كان من قطاع الناشئين لفريق مانشستر يونايتد. اذا النظرة بقت مختلفة، مش بس ان انت يكون عندك فريق اول قوي وتجيب له لعيبة من كل مكان في الدوري. يعني في العديد من السنوات كنت بتلاقي فرقة بتطلع بتبقى مكسرة الدنيا في الدوري الممتاز، لكن بعد 3-4 سنين او بعد سنة لما لعيبة تبطل او لعيبة تنتقل لأندية اخرى او لأي سبب من الاسباب، بتلاقي الفرقة مستواها متراجع، وتبتدي تكلم نفسك طب هو ايه اللي حصل؟ الفرقه دي ليه بعدت؟ عشان ما عندهاش قطاع ناشئين. اذا الفكر ان انت تستثمر في قطاع ناشئينك هو اللي هيخليك على المستوى المطلوب. وطبعا لما نيجي نتكلم على مستوى قطاعات الناشئين، انجح قطاع ناشئين على مستوى العالم هو مدرسه لاماسيا في برشلونه في اسبانيا، اللي طلعت لنا بقى طبعا كل النجوم الكبار وابرزها ليونيل ميسي، انيستا، جافي، كارلوس بويل، بوسكيتس. انا بكلمك على منتخب اسبانيا اللي خد 2 يورو وخد كاس عالم وبيمتعنا. برشلونه خد في الفتره اللي فاتت اكتر من 3 4 تشامبيونز ليج، دوري ابطال اوروبا. فريق ريال مدريد حتى لما استعان بالشباب رجع اسبانيا بقت منتخب قوي جدا بسبب الاهتمام بالناشئين. النادي الاهلي في هذا الامر ايضا مختلف جدا. منذ بدايه تكوين فريق الكره في النادي الاهلي من 110 سنه كان الاعتماد على اولاد النادي الاهلي. لما بيبقى فيه نجم بارز بيتم استقطابه داخل النادي الاهلي، ولكن القوام بيبقى من جوه النادي الاهلي، له طرق وله نظم. ولو حضراتكم تتذكروا في الستينات كان النادي الاهلي انتاجه في الدوري العام ليست جيده، ولكن الجيل اللي ظهر في السبعينات، كابتن حسن حمدي، كابتن مصطفى يونس، كابتن محمود الخطيب، كابتن مصطفى عبده، وكابتن صفوت عبد الحليم، كابتن عبد العزيز عبد الشافي، طبعا كابتن خالد جدالله، كابتن احمد عبائي، كابتن محمد عامر، كل هؤلاء، وكابتن شريف عبد المنعم، ودخول بقى كابتن مجدي عبد الغني والاجيال اللي ورا بعض. طبعا على سبيل المثال يعني عشان احنا بس ما ننساش حد، انا كده بستفيد مع حضراتكم على الهواء، كل هذه النجوم خلت النادي الاهلي يسيطر على الكرة المحليه. كابتن ماهر امام برضو واحد من النجوم اللي كانوا في هذه الفتره، ابتدى النادي الاهلي يسيطر سيطره تامه على بطولات الدوري الممتاز في السبعينات، وابتدى يخش في جو افريقيا. كان في بدايه السبعينات النادي الاهلي في بطولات افريقيا ما بياخدش البطوله، لان برضو كان اغلب هؤلاء اللعيبه كانوا لسه طلبه. ولكن شوف بقى جاني الثمار لما تبتدي انت عندك فرقه كونتها بشكل قوي جدا، ابتديت تديها الجرعات التدريبيه، ابتديت تجيب لها مدرب على اعلى مستوى زي مستر كوتي، مستر هيدي كوتي، واحد من اللي غيروا تاريخ الكره المصريه مش بس الكره في النادي الاهلي، دخل تكتيكات. وطبعا مستر كوتي مجري، وكانت المجر في هذه الفتره واحده من اكبر القوى العظمى في الكره العالميه بقى. لو هنتكلم على فريق المنتخب المجري وبوسكاس وبقى والنجوم الكبار، ف مستر كوتي كان واحد من هؤلاء، وابتدى ينقل للنادي الاهلي الكره الحديثه مع مواهب قويه داخله داخل جدران النادي الاهلي، متعلمه طريقه النادي الاهلي، متعلمه الاسس والمبادئ، ازاي تلعب صح، ازاي يكون تكوينك البدني صح، ازاي تقف حتى صح داخل الملعب، اخلاقك مع المنافس، مع نفسك، مع زمايلك تبقى عامله ازاي. النتيجه ان انت تبص على النادي الاهلي في بدايه الثمانينات، النادي الاهلي يفوز بدوري ابطال افريقيا على مين؟ على الاشانتي كوتوكو 83. النادي الاهلي ايضا بيروح لنهائي افريقيا، وتبتدي النادي الاهلي ياخد 3 افريقيا ابطال كؤوس، وياخد دوري ابطال افريقيا مره ثانيه، وفي التسعينات ياخد دوري، في الثمانينات النادي الاهلي ياخد دوري كتير، وتستمر المشوار جيل بعد جيل في النادي الاهلي عشان تسيطر وتصبح وتاخد لقب نادي القرن في بدايه الالفينات، بسبب ان النادي الاهلي دائما وابدا بيستثمر وبيهتم في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. نجوم كبار ومدربين على اعلى مستوى كانوا في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وادولنا بقى النتائج اللي حضراتكم شايفينها. ادي فرقه من الفرق اللي خدت ثلاثيه اغلبها
من مدرسة برشلونة لكرة القدم، كارلوس بويل، جافي، إنيستا، ليونيل ميسي، كان اللاعب سيرخيو بوسكيتس. يعني عندك قوام رئيسي فوق الست سبع لعيبة من مدرسة الكرة عندك، من مدرسة الكرة عندك، عشان كده عارفين طريقة برشلونة، عارفين طريقة أداء، طريقة التيكي تاكا، الكرة الجميلة، الكرة السريعة. واحد زي نيل ميسي بقى أفضل لاعب في العالم، خمسة بالون دور، خمسة كرة ذهبية، كل ده من نتائج وإفرازات قطاع الناشئين في لاماسيا اللي عندهم فكر مختلف، عندهم طريقة مختلفة. أيضا قطاع الناشئين في النادي الأهلي فكره مختلف وطرقه مختلفة، ولو بصيت على نجوم النادي الأهلي في هذا الموسم أغلبهم من قطاع الناشئين في النادي الأهلي، حتى اللعيبة اللي النادي الأهلي تم إعارتهم أو بيعهم واستقطبهم النادي الأهلي كان مركز إنه يكون من ولاد النادي الأهلي عشان يبقى عارف يعني إيه يلعب تحت ضغط، عارف يعني إيه أخلاق ومبادئ النادي الأهلي، عارف يعني إيه التنظيم التكتيكي، يكون متأسس صح. وتأسيس اللعيب ده بيفرق كتير جدا وبيدي للعيب عمر أفضل من الناحية الفنية ومن الناحية البدنية. وهيكون معانا طبعا نجومنا في التدريب هيخشوا معانا، ولكن إحنا معنا على الهاتف زميلنا فاروق صلاح مراسل النادي الأهلي في قطاع الناشئين. مساء الخير يا فاروق. النور كابتن محمد فاروق، تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي. عايز اعرف منك اخر اخبار نتائج فرق الناشئين في النادي الاهلي. خلينا نبدا بفريق النادي الاهلي مواليد 97، ان شاء الله يلاقي غدا باذن الله فريق امدي في مباراه، يعني نقدر نقول مباراه قويه. شكل المنافسه طبعا صراع خماسي ما بين المقاصه وطلاع الجيش والاهلي والزمالك وامبي، الفرق بيبقى ما بين المركز الاول والمركز الثاني كلها نقطه نقطتين، الفاصل ما بين الاهلي المركز الثالث وفريق المقاصه اللي بتصدر المسابقه 4 نقاط. النادي الاهلي بكره طبعا زي ما حضرتك عارف يا كابتن محمد بيعاني من غيابات اللاعبين مع الفريق الاول، ايضا خروج محمد حسين عضل للاعاره اللعيبه اللي مع الفريق الاول. بس يا ريت يا فاروق تذكرنا بيهم عشان المشاهدين يبقى عارفين ان الفريق دوت في مين وما بيلعبش معاه. بالظبط، احنا عندنا كريم نيدفيد، نعم، عندنا احمد حمدي، وعندنا احمد ياسر ريان، وعندنا اكرم توفيق الرباعي الموجود مع الفريق الاول للنادي الاهلي، ايضا بعد انضمام ايضا محمد فخري مواليد 99، نعم، ممكن يحق ليه ان هو يشارك. الوحيد اللي هينزل بكره ان شاء الله من الصفقات الجديده اللي عملها النادي الاهلي يبقى مشارك بالغد في اللقاء اللاعب احمد خالد كارلوس اللي منضم للاهلي من صفوف نادي بتروجيت. نعم، خرج عندنا الاعاره، عندنا ايضا لعيبه معارين يا كابتن محمد للانديه الاخرى، يعني عندنا في نادي طلع الجيش محمد عصام الغندور، نعم، احد من الحراس المميزين في النادي الاهلي، عمر رضوان معار للرجاء، عندنا اللاعب فادي فريد اللي خرج للاعاره في شهر يناير للدوري العماني، نعم، ولعب اول امس واحرز هدف في اول لقاء لي مع احد الفرق الدوري العماني، يوسف علاء ومحمد حسين عضل الاثنين تم انضمامهم خرجوا للاعاره لصفوف الانتاج الحربي. نعم. فمباراه هنقدر نقول ان هي مباراه ان شاء الله اول مباراه بعد استئناف المسابقه، فريق النادي الاهلي الكابتن مدحت طه اسماعيل يعني بذل مجهود خلال الفتره اللي فاتت مع بعض الغيابات، اللعيبه التسعيد مره اخرى، اللعيبه كانت مصابه، اللاعب الامير حسام ومصطفى صبحي واللعيبه اللي لسه راجعه من الاصابه للنادي الاهلي. تقدر ان شاء الله الفوز والاداء الجيد بكره باذن الله. وخلينا برضو يا فاروق نضيف حاجه صغيره، ان اكبر نجاح لهذا الفريق 97 ان بص كام لاعب في الفريق الاول، يعني هو ده اكبر نجاح اكتر من انه يحصل على بطوله، واعتقد ان لو الاربعه دول موجودين كان يعني المنافسه على بطوله 97 هتبقى يعني اسهل بكتير بالنسبه لفريق النادي الاهلي. كمل يا فاروق اتفضل. انا اضيف لحضرتك كمان كابتن محمد فاروق ان الفريق ده اللي كان في ضمن صفوفه ناصر ماهر حاليا موجود مع نادي سموحه، متالق مع سموحه، ضمن صفوفه رمضان صبحي اللي موجود حاليا مع ستوك سيتي، كل دي نجاحات بالنسبه لهذا الفريق ولقطاع الناشئين بالنادي الاهلي. كمل. هو واحد من الفرق اللي يعني في مستقبل النادي الاهلي، شوف كميه العدد اللاعبين اللي خرجت من الفريق ولعبت فريق اول سواء في النادي الاهلي او على مستوى الانديه في مصر، فان القطاع الناشئين في النادي الاهلي كان ديول اهتمام شديد قوي للفريق ال 97 وعامه لكل فرق قطاع النادي، يعني الدكتور عمرو خلال الفتره اللي فاتت الامر محاضرات تثقيفيه للاعبين، محاضرات تثقيفيه للمدربين، خطه اللي هو وضعها الدكتور عمرو جهاز قطاع الناشئين بالنادي الاهلي الاستراتيجيه بتاعت الموهوبين، ان هو بيختار الموهوبين في كل مركز على مستوى فرق البرايم وعلى مستوى فرق قطاع الناشئين ويبدا يعمل لهم فقرات وتدريبات تخصصيه. نعم. امر في غايه الاهميه جدا. نعم. وان شاء الله مستقبل يعني قطاع الناشئين في النادي الاهلي بجانب ولاده، يعني لو احنا لو نتابع فرق في الدوري
ما عندهاش اثنين ثلاثه لعيبه بيلعبوا من نتاج قطاع الناشئين. ده حقيقي حتى بيبقوا تايهين مع بعض. طيب فاروق عايز اعرف فريق 99 يعني كده الفرق ما بينه وما بين اقرب ملاحقيه وهيلاعب بتروجيت يوم الخميس. كابتن امير كابتن امين عرابي. كابتن امين عرابي هو بالامس كان متواجد الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن طارق سليمان كانوا بيتابعوا لقاء الاهلي وطلائع الجيش اللي كان اقيم بالامس على ملعب النادي الاهلي. هو في ضغط توالي ماتشات الفريق الوحيد اللي ما خدش فتره راحه خلال الفتره اللي فاتت هو فريق 99 لان كان في ضغط ماتشات بسبب حضرتك عارف ان معسكرات منتخب مصر 99 مع الكابتن حماده صدقي. فالفريق الوحيد والمسابقه الوحيده التي لم تتوقف خلال الفتره اللي فاتت هي مسابقه 99. فامبارح بالامس الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن طارق سليمان جم وتابعوا اتفرجوا على المباراه وكانوا بيتابعوا اداء محمد فخري والبعض اللاعبين اللي موضوع عليهم العين من قبل الجهاز الفني للنادي الاهلي يتابعهم خلال الفتره القادمه. الفريق بيحتل المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط برضو المسافه. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا ما نستبعدش المركز لا بل هو الفارق ما بين الاول والثالث. الاول النادي الاهلي المتصدر نادي انبي برصيد 38 نقطه النادي الاهلي الرابع 35 نقطه. فرق قريب جدا. المركز الثاني والثالث 37 نقطة. المسافة في الفارق النقاط بسيطة، مسافة قليلة. النادي الأهلي هيلاقي بتروجيت إن شاء الله يوم الخميس على ملعب استاد الجيش بالسويس. إن شاء الله الكابتن أمين عرابي واللاعبين قادرين إن هم يحققوا الفوز، لأن المنافسة في فريق 99 وفي المسابقة ذاتها صعبة جدا. النادي الأهلي بيعتمد على بعض العناصر طبعا من فريق 2000 وال 2001 هم شايلين القوام الاساسي لفريق النادي الاهلي مواليد 99. وبالمناسبه يعني اقول لحضرتك برضو زميلي محمد فاروق ان لاعب محمد مغربي لاعب النادي الاهلي مواليد 2001 اللاعب اللي تم تصعيده شفناه في ماتش شفناه في ماتش البلاستيك هو شارك وكان مميز الصراحه. عايز اقول لحضرتك برضو من خلال قناه النادي الاهلي ان الكابتن حماده صدقي اختاره وضمه ضمن صفوف منتخب مصر مواليد 99. بالامس الكابتن اسامه حسني كان متواجد والكابتن ابراهيم عبد العزيز مدرب الحراس. افراد الجهاز الفني منتخب مصر مواليد 99 اثنوا على اداء اللاعب محمد مغربي وتم ان شاء الله هيكون موجود معاهم في المعسكر القادم باذن الله. دي حاجه جميله طبعا وبتبين قد ايه قيمه هذا اللاعب. فريق 2003 كابتن محمد سعد هيلعب يوم الجمعه ان شاء الله فريق ام بي اسبوع ال 11 وده كان في فتره توقف كبيره يا فاروق صح؟ هي فترة التوقف تجاوزت أكثر من شهر بعد النهائي بعد المباراة الأهلي مع النصر اللي تعادل فيها في مباراة يعني مباراة مثيرة 4-4 تم توقف المسابقة لظروف الامتحانات. فالفريق إن شاء الله يوم الجمعة يرجع يستعيد مرة أخرى لقاءاته. هو في الفريق بيأتي في المركز الثالث خلف نادي إنبي ونادي المقاولون برضه فارق النقاط قريب يعني المسافة ما بين الفرق بسيطة يعني تتكلم في نقطتين ثلاثة. نعم وفريق برضو 2002 هيلعب الصيد في بطولة القطاعات الكابتن تامر عبد الرحمن ايضا عنده منافسات قوية في هذا الجيل يعني. خلينا نتكلم على فريق 2002 ان فريق 2002 كان تصدر في دوري منطقة القاهرة بدون اي هزيمة اقوى خط هجوم واقوى خط دفاع. تم يعني اختاروا من مجموعة من دوري منطقة القاهرة لتنظيم بطولة القطاعات الكبرى القاهرة والجيزة والقليوبية. اختيار 8 فرق 3 من القاهرة و4 من القاهرة و3 من الجيزة و1 من القليوبية. النادي الأهلي لعب لقاءين في المسابقة. أول لقاء قدر إن هو يفوز على فريق طوخ بثمانية أهداف على ملعب نادي طوخ. فاز على فريق وادي دجلة 3 أهداف مقابل لا شيء. هو بيتصدر المسابقة لحد دلوقتي جايب 11 هدف لم يستقبل أي هدف. كابتن سامر عبد الرحمن عامل فرقة منظمة فرقة شكلها في الملعب يعني اتفرج ولاد النادي الاهلي الاداء الحماس الجمل التكتيكيه لا في شغل معمول في الفريق 2002 يحسب للكابتن سامر عبد الرحمن. وشايفين حاله يعني النادي الاهلي عنده هجوم كاسح يعني اتكلم على ريتشارد الهداف في النادي الاهلي اللاعب احمد سيد غريب يعني احمد سيد غريب يجيب هاتريك الماتش اللي بعديه ريتشارد يجيب هاتريك احمد سيد غريب يعني ريتشارد المنافسه من داخل اولاد النادي مش يعني المنافسه داخل اولاد النادي داخل الفريق دي حاجه من الحاجات اللي بتبين قوه هذا الفريق. اتفضل اقول لحضرتك ان الهدافين بتوع المسابقه هم الاثنين بتوع النادي الاهلي ريتشارد واحمد سيد غريب. حاجه جميله جدا. 2001 فريق كابتن محمد شرف برضه من الفرق الجميله بتلعب كره جميله جدا وفيها نجوم زي كنا لسه بنتكلم عن اللاعب مغربي اللي تم انضمامه لمنتخب مصر 99.
بالنسبه لفريق 2001 خليني ان انا اعترف مع حضرتك وامام المشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي، فريق 2001 هو القوام الاساسي لقطاع الناشئين في النادي الاهلي. والفريق اللي تقدر تقول هو شايل قطاع الناشئين في النادي الاهلي لكميه اللاعبين وحالة الجاهزيه اللي مجهزها ومحضرها الكابتن محمد شرف للاعبين. هو الصراحه عامل شغل ممتاز كابتن محمد شرف. كابتن محمد شرف والكابتن ياسر والكابتن مصطفى فتحي عاملين ما شاء الله فريق، يعني الفريق حاله من الاداء الطبيعي بتاع نادي النادي الاهلي، حاله من التفوق الكاسح. يعني النادي الاهلي بيحتل المركز الاول برصيد 54 نقطه، اقرب منافس ليه هو نادي الزمالك برصيد 43 نقطه، لكن حضرتك في فرق 11 نقطه واحنا لسه بنتكلم احنا في الاسبوع 19. يعني النادي الاهلي على المنافسه الأهلي لا يعني انه نقدر نقول المنافسه شبه محسومه شويه. انا بتكلم عن المنافسه منتهيه يعني. فعندنا النادي الاهلي هو اقوى خط هجوم، يعني انا هكلم حضرتك في رقم هتسمعه بالنسبه لبطولات الناشئين رقم كبير، جاب 71 هدف. فريق ما استقبلش الا 16 هدف. فاقوى خط هجوم، اقوى خط دفاع، هو اقوى خط هجوم على مستوى فرق قطاع الناشئين على مستوى مصر. نعم. هداف الفريق اللاعب احمد اشرف اللي جايب 17 هدف بعد هدفه الاخير في الانتاج الحربي، كان الفريق رجع من فتره التوقف وابتدى تعلم مشواره بفريق الانتاج الحربي. قدر النادي الاهلي ان هو يفوز بثلاثه اهداف مقابل هدف. الثلاثيه اللي احرزها اللاعب احمد اشرف واللاعب عربي بدر واللاعب حماده الفيل. والنادي الاهلي ان شاء الله عنده بقى اختبار صعب شويه مع فريق الاسماعيلي يوم الجمعه القادم، هو هيتلعب على ملعب النادي الاهلي بمشيئه الله. النادي الاهلي كان في لقاء الدور الاول قدر ان هو يفوز على فريق الاسماعيلي هناك بالاسماعيليه 3-2. فنقدر نقول هي مباراه صعبه شويه، لكن لعيبه النادي الاهلي يعني ما هو المنافس بالنسبه لهم واحد، سواء زمالك سواء اسماعيلي سواء الرجاء سواء اي فرقه، كل الفرق بالنسبه لهم مستوى واحد. يعني الشيء اللي لفت للنظر كمان كابتن محمد فاروق في الفريق ان ما بيستكفاش بعدد الاهداف، يعني جيب اثنين وثلاثه لا كابتن محمد شرف لا زود هتجيب اربعه. والله دي ميزه في القطاع كله صراحه فاروق، يعني كل الفرق ما بتستكفاش لو في، يعني حتى لما تلاقي بتتكلم مع حد من المدربين احد المدربين الافاضل تتكلم معاه يقول لك انا كسبت 2-0 وتلاقيه متضايق ان هو عايز كان يبقى في اهداف اكتر من كده، وتلاقيه دايما مهتم بالاداء، الاداء بالنسبه له رقم واحد. تمام بالفعل، يعني هو زي ما بقول لحضرتك الكابتن محمد شرف زرع جوه اللاعبين وغرز جوه اللاعبين هي عدم الاكتفاء بهدف او اثنين او ثلاثه. لعيب دايما عنده في حاله صراع مع المباراه، صراع مع المباراه بعد هدف واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. اوقات الكابتن محمد كان بيبقى كسبان اربعه وخمسه وطالع مش راضي عن النتيجه، مش راضي عن الاداء. زميلنا فاروق صلاح مراسل قناه النادي الاهلي في قطاع الناشئين بشكرك شكرا جزيلا، مداخله قيمه للغايه استعرضنا فيها كل نتائج وابرز ما جاء في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. يعني عندنا كلام مهم جدا عن فريق 2005 اللي هيلعب بطوله دوليه فيها مين اقول لحضراتكم، فيها اي سي ميلان وليفربول مانشستر سيتي بايرن ميونخ وبوكا جونيورز والهلال السعودي وصل الاماراتي جوانزو السيري وريال مدريد وبرشلونه. شوفوا كل الانديه الكبيره على مستوى العالم هيشاركوا في هذه الدوره، والنادي الوحيد اللي في مصر اللي هيشارك في هذه البطوله. كنا حتى انفردنا لحضراتكم حينما كان النادي الاهلي في الامارات للقاء السوبر، وكان كابتن عبد العزيز عبد الشافي التقى بميشيل سالجادو طبعا نجم نادي ريال مدريد اللاعب الباك اليمين الاسبق لمنتخب اسبانيا وفريق ريال مدريد، واتفق على هذه البطوله الوديه نتكلم فيها بشكل اوفر بعد هذا الفاصل. وهينضم لينا الكابتن احمد سمير بيبو طبعا المدير الفني الكفء لهذا الفريق وايضا النجم القادم اللاعب احمد ايمن ويوسف عفيفي، وما تروحوش بعيد النادي الاهلي الحديث. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونستقبل ضيوفنا اللي ان شاء الله هيكونوا كبار جدا جدا وهيكسروا الدنيا في الكره المصريه ويكونوا احسن
ذخيره لفرق النادي الاهلي. ولكن طبعا ارحب بالمدرب والمدير الفني للفريق كابتن احمد سمير بيبو. مساء الخير يا ابو الكباتن، وشرفتني ووحشتني. اهلا بيك كابتن محمد، وانا سعيد ان انا موجود مع حضرتك النهارده حبيبي. ده شرف ليا يا فندم، ده بيتك. ربنا يكرمك حبيبي. ونبدا بقى بالنجوم الكبار، وهبتدي بالنجم الساحر يوسف عفيفي كابتن فريق 2005. مساء الخير يا كابتن يوسف ومنورك. وايضا اللاعب احمد ايمن الشهير بمارادونا، ما شاء الله كلهم حريفه. مساء الخير يا كابتن احمد. اهلا بحضرتك، اخبارك ايه؟ الحمد لله. كابتن احمد سمير، هبتدي مع حضرتك. فريق 2005 من المراحل العمريه الصعبه، لان فيها طفرات كبيره من الناحيه البدنيه، من الناحيه الفيزيائيه بالنسبه للعيبه، وايضا من الناحيه النفسيه. ما شاء الله انت ماشي بالفريق بشكل قوي جدا وبتأدي كوره، ازاي بتقدر تحافظ يا كابتن على انك تعلم صح في نفس الوقت تلعب كوره جميله؟ لا يعني هو طبعا فرقه 2005 انا يمكن معاه بقالي ده الموسم الثالث، فطبعا احنا حاطين برنامج كويس جدا للولاد، وفي سيستم محطوط للولاد بشكل كويس بحيث ان هم يوصلوا لاعلى درجه من الاداء الفني. ومهم جدا مرحله التطوير في كل سنه، يعني انت السنه اللي فاتت لها برنامج، السنه اللي قبلها لها برنامج، السنه دي في برنامج مختلف شويه، لان انت بتتدرج يعني في مساحات الملعب. يمكن احنا من سنتين كنا بنلعب 6 وجول، السنه اللي بعديها بنلعب 7 وجول، السنه دي مساحه الملعب بنلعب من 18 ل 18، فطبعا بتتطلب يعني بتخش شويه 9 و9 بنلعب 9 و9 فبتلعب من 18 ل 18، فكل فتره لها البرنامج التدريبي بتاعها، وكل مرحله لها البرنامج التدريبي بتاعها. فاحنا يعني برضو هم لسه في مرحله براعم، الولاد لسه صغيرين في السن، برضو ما بندخلش الجانب البدني بالشكل الجامد قوي، بنعتمد دايما على النواحي المهاريه في كره القدم، وبندخل دايما حته النواحي الخططيه بشكل يعني يمكن هم فرقه كويسه جدا حافظه الجوانب التكتيكيه بتاعتهم، بيبقى كل لعيب حافظ المركز بتاعه بشكل كويس جدا، لان انت بتعتمد على اساليب في كره القدم، لحظه مثلا الكره مع الخصم، لحظه الضغط، لحظه الاستحواذ، لحظه الاستخلاص، لحظه فقد الكره. فمهم جدا الحاجات دي، يمكن انت لما تشوف الفيديوهات او تشوف الاجوال اللي الولاد بيجيبوها عن طريق الجمل والتكتيك والخطط، الولاد ما شاء الله تبارك الله حافظين كويس. واحنا دايما ما بنبصش لحته ان احنا نضغط الولاد، فبنشتغل على جانب مهاري بيضغط بشكل كبير جدا، وبنسيب بقى النتائج والضغط النفسي والعصبي، بحيث ان احنا يهمنا جدا ان احنا نطور لاعب، ويهمنا جدا من مرحله البراعم نطلع من الولاد من السن الصغير من البراعم لقطاع الناشئين، وهم بيستجيبوا معايا بشكل جيد جدا، ولاعيبه على اعلى مستوى. ونوعد يعني ان شاء الله جمهور النادي الاهلي ان فرقه جيل 2005 ده هيبقى فيه لعيبه ان شاء الله في الفريق الاول. بصراحه كل متوسم يعني لما اتفرج على الفرقه بيتكلم على ان الفرقه ديت كورتها حلوه، وكورتها فيها لعيبه مهاريين كتير، يعني من الفرق المميزه بالشكل او الطابع دوت يا كابتن احمد. لا ما شاء الله عليهم، زي ما بقول لحضرتك هم فرقه على اعلى مستوى، حافظين كويس قوي، يمكن بيعرفوا من اللعيبه اللي هي بتعرف، كل اللعيبه اللي فيهم عارفين يقف في الملعب ازاي، مهم جدا 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 الثقافه الكرويه اللي عندهم. يمكن انت ما بتيجي تعمل لهم محاضره، كل واحد حافظ هو عارف هيعمل ايه، هيخش ازاي، هيطلع ازاي، هيقف ازاي. فمهمه جدا الحته دي، والاستيعاب عندهم بشكل جيد جدا، وان شاء الله يعني حاجه تبشر بالخير ان شاء الله بمشيئه الرحمن باذن الله. ده لقاء قدام امتى يا كابتن احمد؟ ده النهائي يعتبر نهائي بطوله الجمهوريه اللي كانت معمول في الصيد، كان دوره الصيد، كان دوره كبيره جدا. كان بنشكر طبعا دكتور عمرو ابو المجد وكابتن محمود صالح وكابتن تامر حفني ان هم اتاحوا لنا الفرصه ان احنا نشارك، بقالنا كتير ما بنشاركش في دوره الصيد. فنادي الصيد عامل بطوله ما شاء الله، كان بطوله جمهوريه. نعم. البطوله فيها نادي الزمالك ونادي المقاولين ونادي انبي والترسانه والاسماعيلي والقناه والداخليه والشرطه، يعني كل انديه مصر ما شاء الله. والابطال بقى ما شاء الله يعني دايما حاطين طبعا يعني ان النادي الاهلي وشعار النادي الاهلي ان الاهلي فوق الجميع وهم ابطال، وبشكرهم طبعا ان هم خدوا المركز الاول وكانوا رجاله الحمد لله. ودي كاس الافضل، ده جائزه افضل لاعب، جائزه افضل لاعب ليوسف عفيفي الساحر بقى يوسف عفيفي. نروح ليوسف. يوسف يعني ما شاء الله افضل لاعب في البطوله وحريف جدا، وفي نفس الوقت عندك بقى طموح في كره القدم. الاول انا عايز اسالك، انت ايه اللي حبيت في الكوره؟ طبعا وانا صغير كنت بحب اتفرج على برشلونه كتير، فريق كنت بحبه جدا، واللي حببني في الكوره ميسي. يعني انت حبيت ميسي فقلت بقى انا عايز ابقى لعيب كوره زي ميسي. طب انت بتحب ميسي ليه؟ لعيب يعني احسن لعيب في العالم، لعيب عنده كل حاجه في الكوره، رجله على الجون، يعني اي شوطه بشكل كبير تدخل جون،
لعيب عنده كل حاجه في كره القدم. يعني انت بتتابع كل ماتشات برشلونه حافظهم كلهم يعني، بتقعد بقى تتابع ماتشاتهم؟ الا طبعا لو عندي مذاكره ما الحقش اتفرج على الماتشات. طب دي حاجه حلوه. انت بقى لو يعني الكوره واخده جزء كبير من حياتك طبعاً، ازاي بقى بتعرف تذاكر وفي نفس الوقت بتعرف تلعب كوره وبتلعب في نادي زي النادي الاهلي؟ طبعا النادي الاهلي حتى لو انا عندي دراسه لازم برضو التزم بمواعيد التمرينات وكده، عشان لما عشان عندي طموح عايز احترف بره والعب في الفريق الاول في النادي الاهلي. يعني كمان عندك طموح من دلوقتي ان انت تحترف؟ طبعا. وايه اللي خلاك يبقى عندك الطموح دوت يا اسطى؟ طبعا اللعيبه اللي احترفوا زي محمد صلاح والنني ورمضان صبحي طبعا ادوني دافع ان انا يبقى عندي طموح ان انا احترف ان شاء الله. انت بتلعب في انهي مركز يا اسطى؟ بلعب صانع العاب. صانع العاب تحت المهاجم. تحت المهاجم. حريف بقى، عشان كده بتحب مين تاني؟ مين بقى اللي بتحبه في النادي الاهلي في الفريق الاول؟ عبد الله السعيد. عبد الله السعيد؟ اشمعنى؟ برضه لعيب بيفيد برضه في المنتخب، بيفيد النادي الاهلي، لعيب كويس جدا، بيفرق مع النادي الاهلي في البطولات وفي الدوري وفي كل حته بيلعب، في كل ماتش بيلعب فيه بيقدم اداء كويس يعني. طب هم ليه بيقولوا عليك ساحر؟ عشان انت حريف ولا عشان بيجيب اجوان؟ الاثنين. الاثنين؟ الحمد لله. بتجيب اجوان انا مش اكيد طبعا، مش لازم كل حاجه اجيب اجوان، لازم نركز في اداء عشان نكسب، من غير اداء كده مش هنكسب، فعشان كده بفكر فريق الاول، وبرضه لازم اكيد مش هسيب الاجوان. طب انا عايزك بقى تعلق لي على اللقطه دي، انتوا دي اول بطوله ليك مع فرقه 2005؟ لا احنا كسبنا قبل كده الدوري. نعم. كنا الاول في الدوري كسبناه، ودي تاني بطوله. دي تاني بطوله. طب يعني وانت فرحان كده ومعاك زمايلك حتى احمد وباقي زمايلك في الفرقه، كنت حاسين بايه وانتوا داخلين تلعبوا بقى الفاينل بتاع الدوري ده؟ طبعا احنا في الفاينل كان عندنا فريقين بفريقين بفريق محترم. عملنا كل حاجه في المباراه، ادينا اداء رجولي، عملنا كل حاجه، الاداء كان كويس جدا، بس للاسف المباراه انتهت بتعادل سلبي وكسبنا ضربات الجزاء. يعني الموضوع كمان طول معاكم وما كسبتوش كده مره واحده. كنت حاسس ان الموضوع صعب ولا كنت واثق ان انت هتكسب؟ النادي الاهلي بيكسب في اي وقت، بيكسب في الدقيقه الاخيره، فاحنا عشان كده ما بنفكرش وما بنتوترش لما الوقت يزيد من غير ما نجيب جون، لازم نفكر ان الاهلي دايما بيجيب جون في الدقيقه الاخيره وهكذا. طب احمد ايمن بيبصيلك ولا ما بيبصلكش؟ ولا بيأنن؟ لا لا. احمد ايمن الشهير بقى بمارادونا. طبعا مارادونا انت عارف، فاكره مارادونا شفته؟ طبعا. عارف كان بيلعب فين؟ منتخب الارجنتين؟ منتخب الارجنتين وفي نابولي وبرشلونه. انت مكسر الدنيا اهو، حافظ الكلام كله، انتوا ما شاء الله انتوا اللي تعلمونا بقى المعلومات. طب يعني هل انت يعني هم اللي اطلقوا عليك بقى لقب مارادونا ولا المدربين ولا اللعيبه زمايلك؟ هو حضرتك انا كان في صاحب لوالدي كان شافني وانا بلعب وانا عندي 3 سنين، فيعني شاف لمستي في الكوره وكده، فقال الولد ده بيلعب زي لعب مارادونا، ومن يوميها بقى وانا انت اشول. ها؟ انا اشول. عشان كده قال لك ده زي لعبه مارادونا. وميسي برضو حبيبك يا يوسف بيلعب برجل الشمال، بس برضو ده ايمن برضو. انت بقى بتلعب برجلك اليمين. طيب انت يعني ايه اللي حببك في النادي الاهلي انك تروح تلعب فيه؟ يعني ايه اللي خلاك تقول انا عايز العب في النادي الاهلي؟ هو طبعا اي حد بيتمنى يلعب في النادي الاهلي، النادي الاهلي ده نادي القرن. يعني اي حد بيحب يلعب فيه. انا الحمد لله جيت من ناحيه الاختبارات وانطر الاختبارات، وكان عمر الاختبارات في ساعتها كان ايه، كان 2004 وانا 2005، فتم اختياري في فريق 2004 من قبل اللجنه، كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي. ما شاء الله من قبل ولجنه، الكلام ده احنا ممكن في ناس ما تعرفش تقوله، لكن ما شاء الله يعني كلام كبير يعني. صراحه انا متفاجئ بوعيهم والثقافه. لا يا كابتن، ولو اتفرجت عليهم في الملعب حاجه تفرح. ما هو بيبان حاجه تفرح. بس عشان ما انساش بس كمل اتفضل. احنا لازم نلحق كابتن محمد عامر والكابتن علي ماهر والكابتن عماد النحاس، ومن نجوم كبار قوي دول، كانوا لعيبه بتوعي جدا دول. كابتن مصر وكابتن الاهلي. فاختاروك ودخلت في الفرقه. لما دخلت بقى اول ماتش ليك وكنت حاسس بايه وانت لابس تيشيرت النادي الاهلي؟ انا ما كنتش حاسس بالخوف ولا حاجه، عشان اصلا ده النادي الاهلي. يعني كابتن بيقول لنا ما تخافوش من حاجه، يعني انتوا النادي الاهلي الناس كلها هي اللي تخاف منكم، لكن احنا ما نخافش. فانت يعني بتتفرجوا بتابع على ماتشات الفريق اول مع بعض؟ طبعا. وبتفضلوا بقى تتابعوا كل واحد يقول كان اللعيب ده عملها كويس وكان المفروض بقى يباصي المفروض يرفع، بتقول الكلام ده مع بعض وبتتابعوه بشكل كويس؟
طب انت بتحب عبد الله مين؟ انت مين اكتر لعيب بتحبه؟ انا كنت بحب الكابتن سيد معوض. كابتن سيد معوض حريف جدا. كابتن سيد معوض ده انت حريف زيه كده؟ بلعب باك شمال وانا بلعب باك شمال. تلعب باك شمال. طب ولو طلب منك، انت عارف ان محمد صلاح كان بدايته باك شمال وبعد كده لعب قدام؟ طب لو طلب منك تلعب قدام هتلعب قدام؟ طبعا انا نفس كلمات الكابتن اللي بيقولها لي، ولو قال لي العب في اي حته هلعب برضه. طب والساحر بقى يوسف لما بيطلب منك الكوره بترفع له الاوفر ولا بترفعها على لحد تاني؟ هو تشيك باس كده. تشيك باس على طول؟ بيحطها جوه؟ طبعا هداف ساحر. يعني دي حاجه جميله الروح اللي ما بينهم. كابتن احمد، كابتن احمد هنتكلم على بطوله زي البطوله الوديه الدوليه اللي في دبي. انا مش هقول الوديه لان هي بتبقى احتكاك قوي جدا بالنسبه للفرق، وبتلعب افضل فرق العالم يعني اجمد مدارس كره قدم حتى مختلفه. وصراحه انا بشكر من خلال طبعا استاد الاهلي الساده طبعا القطاع الكره في النادي الاهلي كابتن عزيز عبد الشافي طبعا برئاسه كابتن محمود الخطيب ان استطاع ان هو يدي نادي الاهلي هذه النقله في انه يبقى في احتكاك مع المدارس ده. كابتن احمد، لا طبعا انا بشكر المسؤولين في النادي الاهلي على البطوله اللي احنا مسافرينها دي ان شاء الله باذن الله. هي بطوله قويه جدا، مدارس مختلفه، لازم تتعلم برضو تشوف الدنيا فيها ايه، تشوف الناس وصلت لايه، مهم جدا. احنا هنا في مصر الحمد لله احنا متصدرين اهو بفضل الله، وان شاء الله طبعا لازم نوعد الناس ان احنا نروح مش هيبقى تمثيل مشرف، لا نعمل حاجه كويسه بمشيئه الرحمن. هي البطوله فيها فرق قويه جدا ما شاء الله تبارك الله. انا شايف البطوله عندي فيها برشلونه، فيها برشلونه وريال مدريد وسيلتا فيجو ودول لوحدهم وبايرن ميونخ. خلينا ناخد طب يعني فرقه ان هم برده متابعين ما شاء الله كره بره، يعني فرق اسبانيا وهم بيحبوا بتحب برشلونه انت ولا الريال؟ انا بحب برشلونه. وانت بتحب برشلونه وهم بيحبوا برشلونه، فالقميص بقى اللي هم بيحبوا يتفرجوا عليها هيلاعبوه، وده ميزه النادي الاهلي ان هيتلاعب فرق زي دي بس نازل زيك زيهم. شيء مهم جدا، شيء مهم جدا. وبرده هم لازم يفهموا ان النادي الاهلي نادي كبير جدا جدا، ولازم يفهموا ان هم يروحوا هناك ما يبقوش خايفين من حد. واحنا يعني هم 13 سنه واحنا 13 سنه، هم لهم ايدين ورجلين واحنا لنا ايدين ورجلين. بفضل الله احنا لازم نشتغل جامد جدا 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 ونركز، والنتيجه دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. نأدي كويس جدا وهم يعني بياخدوا شغل كويس جدا بفضل الله، برنامج كويس جدا. لو اشتغلوا على الشغل الصح بتاعنا هتلاقي الدنيا قريبه جدا. وانا بقول لهم ما تقلقوش من اي حد، ودايما تبقى انت مركز، وان شاء الله النتيجه دي بتاع ربنا سبحانه وتعالى. وانا بقول ان هم يعملوا حاجه كويسه ان شاء الله باذن الله. ايضا هيبقى في من انجلترا مانشستر سيتي وليفربول. ليفربول طبعا فريق محمد صلاح اللي كلنا بنحبه الصراحه، ومانشستر سيتي طبعا اللي بكسر الدنيا مع جراديولا، واكيد جراديولا هيبقى يعني متابع لقطاع الناشئين لان هو جراديولا جاي بقى من برشلونه هو بيحب لازم يستثمر البراعم جدا، بيحب شغل البراعم جدا يعني. فده هيبقى حاجه جميله يعني مميزه في فطبعا هم مركزين جدا، شغالين كويس جدا. وزي ما بقول لحضرتك هم يعني لعيبه كبار، وهم مش يعني انا معايا مواهب كمان ما جوش معايا طبعا. انت عارف الاستوديو يعني انا عندي لعيبه ثانيه كويسه جدا جدا وعلى اعلى مستوى برضه، ان شاء الله نستضيفهم. يعني لعيبه على اعلى مستوى، وان شاء الله باذن الله يبقوا مركزين كده ويعملوا نتيجه كويسه هناك ان شاء الله، تشرف النادي الاهلي وتشرف مصر. طب يوسف السحر، انت هتبتدي بقى تلاعب الفرق اللي انت بتلعبهم في بلاي ستيشن، واكيد انتوا بتلعبوا بلاي ستيشن مع بعض. انا بلعب بس ما لعبتوش قبل كده. ما لعبتوش قبل كده؟ لا هو بيلعب لعيبه ثانيه في الفرقه. بتلعب مين انت؟ سيف بيلعب سيف ايمن. وبتلعب مين تاني؟ وعلي. علي ومين على طول بيلعبوا بعض؟ لا احنا في ساعات بنكسب وساعات بخسر عادي يعني. لعبه. ولما بتخسر بقى زي وانت بتلعب في الحقيقه ولا عادي؟ لا طبعا عادي يعني. لكن هو انت بقى في النادي الاهلي بقى في ماتش لا طبعا النادي الاهلي لازم اكسب كل مباراه يعني. طب انت دلوقتي كنت سامع ان انت جايب جون في الاسماعيلي عالمي. ده جون من اجوانك ده في المقاولين. ده في المقاولين في المهرجانات. ده في المقاولين في المقاولين. وادي بقى ايه دي وقفه مين دي؟ طيب يا امبابي بيلعب في باريس سان جيرمان. مين؟ امبابي. امبابي اللي هو كان جاي من موناكو، ده اللعيب الجامد. وده هدف تاني ليوسف عرفيفي برضه في مباراه المقاولين. ما شاء الله. طب انت بس له بقى هدف كابتن محمد في الاسماعيلي، انا نفسي يا رب يتذاع. لا هيبقى موجود حاجة جايبين حاجه هايله يعني الحاجه كلها وكله بيجهز. وبعدين برضو هنا باينه يا كابتن طريقه بدايه الهجمه، يعني مفيش كورته يعني كله على الارض بتلعب بتفرد الملعب الحاجات ديت. الكابتن بقى بيحفظكم كل حاجه في التمرين زي اللي بيحصل في الماتش. طبعا. انا عايزك يا احمد كمان تتكلم، يعني انت اصعب ماتش كان بالنسبه لك ايه؟ طيب
وما فيش النادي الاهلي ما فيش عنده ماتشات صعبه وماتشات سهله، كل الماتشات نحسبها يعني، سواء كان ودي سواء كان رسمي كده لازم برضو يعني نكسبه، علشان ده النادي احنا النادي الاهلي، وما فيش كان ما فيش ماتشات صعبه. طب يوسف انت ما شاء الله بتلعب بيمينك وبتلعب بشمالك، يعني شفتك كده بت 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 بتلعب باليمين والشمال، كابتن احمد مركز معاكم في ان انتوا تلعبوا برجلكم الاثنين؟ اه طبعا، حتى في التمرينات تمرين شوت نجرب نشوت باليمين والشمال والباص يمين شمال والمهارات، وطبعا كل ده هيفيدنا في المباراه. طب مين اكتر لعيب انت بتبقى حاسس ان هو قريب منك في الملعب، ولا يعني في ستايل ادائك، او عارف انت هتكون فين؟ هو مش عارف لعيب بالظبط، بس انا برضو بشوف كريستيانو رونالدو برضو لعيب كويس، بتفرج عليه وبتابعه عشان اكون زيه برضو. ورغم ان انت بتحب ميسي يعني انت طبعا يعني هما الاثنين لعيبه كبار فلازم اتعلم منهم هما الاثنين، بس انا بفضل ميسي يعني. وانت؟ انا بفضل ميسي برضو. بتحب تتابع؟ طب مين بقى في 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 في, في, في يعني النادي الاهلي دلوقتي انت بتحبه؟ مثلا كابتن وليد سليمان. كابتن وليد سليمان انت بتحب كل الشغل؟ كابتن وليد سليمان برضو لعيب عالمي يعني، بتحبه عشان بيجيب جوان ولا عشان حريف؟ يوسف عبد الحميد خد مني كابتن عبد الله السعيد. طب وايه المشكله تقوله تاني؟ يعني انت تقول اللي انت عايزه، حتى لو اكيد اصل برضه في لعيبه الناس كلها بتحبها، فمش هيبقى عشان هو خده يبقى انت ما تاخدوش. كابتن وليد سليمان. طب مين اللي بيشوط الفاولات، انت ولا هو؟ هو من ناحيه الشمال عشان يعمل سيرف، وانا من ناحيه اليمين عشان يعمل سيرف. يعني انتوا مقسمينها مع بعض ولا الكابتن احمد؟ لا يعني هو يوسف لو مع عدلته باليمين بيلفها، ومارادونا من يعني من ناحيه الشمال، فبحسب المكان الفاول فكل واحد عارف مكانه فين. وعندنا محمد عبد الله برده من الناس اللي بتجيب الفاولات، برده لعيب من اللعيبه الكويسه جدا. برده انا مش عايز انسى يعني برده بعض اللعيبه مهم جدا اللي كان لهم دور معانا جامد جدا، في معتز حاجة كده مساك برضو حاجة هايلة جدا، لعيب كبير ما شاء الله عليه، من المساكين اللي أدوا البطولة بشكل جيد جدا جدا. طبعا في اتنين تانيين طالعين معاك بعد كده، يوسف جمال ورأفت حاجة هايلة. عندي سيف أيمن ما شاء الله برضو من اللعيبة الهايلة، يمكن أنا بشكره، راجل لعب وهو كان مصاب وتحمل على نفسه وعايز يلعب وعاوز ورجله تعبانه جدا، ولعب البطوله وكان مصر وكان بيتعالج كل يوم عشان يلحق البطوله. وعندي يحيى احمد فرود من الفراوده الكويسه جدا، من يعني يمكن في مباراه قبل النهائي جاب لي جول كويس جدا في مباراه القناه. عند ابو العمايم من هدافين الفرقه ولعيب برده حاجه ما شاء الله تبارك الله، لعيب كويس جدا. فمش عايز انسى حد، طارق فوزي من اللعيبه الهايله، محمد محمود ما شاء الله ده حاجه برده بتبشر بالخير ان شاء الله. فجبالي وابو مسلم ويوسف ثروت، يوسف سيد عبد الحفيظ من اللعيبه برده ان شاء الله اللي هتبقى لها مستقبل كويس. عريف زي بابا. لعيب كويس جدا يوسف سيد عبد الحفيظ، حاجه هايله ما شاء الله عليه. عمر هاشم. اللي جوال بقى يعني انا ليا برضو عمار ومحمود صلاح وعلي، وفي بقى جول جديد لسه جايبينه السنه دي، يمكن هو ربنا سبحانه وتعالى جعل من ضمن الاسباب اللي جابت لنا البطوله، محمد سيد مختار. كان صد ضربه جزاء في المباراه النهائيه كانت لها اصلا انها تخلينا في المركز الاول بفضل الله يعني. دي حاجه من الحاجات اللي اتمنى ان انا ما اكونش نسيت حد، بس لا ان شاء الله. واحنا برضو لو حضرتك نسيت حد هنقول ان شاء الله. الساحر يوسف عفيفي، عايز اعرف انت ازاي قدرت بقى تقنع والدك ان انت تلعب كوره وان انت تبقى لعيب كوره؟ يعني انت اللي رحت قلت له بابا انا عايز العب كوره، ولا هي جت ازاي؟ هو انا بابايا طبعا كان عايز العب كوره من وانا صغير، وانا برده كنت عايز العب كوره، فده ساعد بابايا ان هو يوديني فرقه العب فيها، وعشان كنت صغير لسه. ده جون الاسماعيلي عايزك تكلمنا عليه. طبعا انا اول ما استلمت الكوره عديت واحد واثنين وثلاثه وعديت الحارس، حطيتها بشمالي. انا ما بجيبش جوان كتير بشمالي، بس دي حاجه كويسه ان اجرب شمالي ويمين يعني. طب انت رقصت الملعب كله، انت كنت ناقص ترقصنا احنا كمان في الاستوديو يعني. ده من الاجوان الكويسه قوي يعني ما شاء الله، في مهاره فرديه. ولكن برضه قبل الجول انت عايزك تشوف يا كابتن محمد التحركات اللعيبه. يمكن سيف ايمن واخد لعيب ناحيه اليمين، يحيى عامل عمق هجومي، الباك الشمال مارادونا فاتح الملعب، فمسهلين موقف واحد ضد واحد ليوسف عفيفي. طبعا مهاره فرديه وقرار كبير جدا من يوسف، لعيب كبير في الفرقه، لعيب ما شاء الله عنده فكره وعنده حاجه كويسه جدا انه يعدي واحد واثنين وثلاثه واربعه، دي بتاعته بقى، دي ما بتخشش بقى في حته المدرب وتقول له بقى عدي واحد، لا انت بتدي له الجانب المهاري وهو يستخدم المهاره
في الوقت بتاعها. انا ما شاء الله يعني من الاجوان الهايله حتى زمايله يعني احمد لما شفت الجون دوت انت كنت بتلعب في الماتش؟ كنت يعني انبسطت ان زميلك جاب جون بالشكل ده؟ ده انا اول ما عدى الاول قلت له يا ابن اللعيبه يا ابن اللعيبه يا ابن اللعيبه. طب سمعهم كلهم ولا انت كنت مركز في الجون بس؟ يعني بص يعني بص ادي واحد والتاني والتالت يعني وداهم في داهيه. والجون كمان وبعدين ده مين ده الاسماعيلي ده يعني او فرقه محترمه جدا فرقه محترمه يعني ومميزه بيلعبوا كوره كويسه جدا وحريفه يعني كفايه الناشئين هناك بيهتموا بيه. عارف يا كابتن محمد هم من النوعيه برضو هم زي الفريق الاول بتاعهم بيلعبوا الكوره الصغيره الدبل باس وان تو وان ثري والحاجات الصغيره دي لعيبه على اعلى مستوى بس يعني النادي الاهلي الاهلي ان شاء الله الحمد لله يعني. الجون ده انت جالك يا يوسف يعني في دماغك في لحظتها ولا مثلا كنت حابب ان انت شفت مثلا حد من اللعيبه خد كذا لعيب شفت قبل كده حصلت ميسي ومارادونا لما عملها ضد انجلترا او المانيا مش فاكر عدى من نص الملعب الفريق كله بالحارس فدي مشابهه كده ميسي في ختافي وعملها في فريق ختافي ميسي مع برشلونه ومارادونا مع المنتخب او مارادونا عملها في فريق انجلترا كاس عالم 6 معلش انا نسيت لعيب برضو لعيب من اللعيبه الكبيره في الفرقه وما شاء الله عليه فارس خالد لسه لمحه دلوقتي عامل برضو من اللعيبه الهفاط اللي عندها فكر ورؤيه حاجه من اللعيبه الكويسه قوي يعني برضو دي من ضمن الاهداف ده هدف يوسف عفيفي في مباراه الاسيوطي. ف يا كابتن احمد يعني ما شاء الله حضرتك بتتكلم وكل واحد بتبتدي يعني الميزه اللي انت حاسسها فيه الحاجات دي يا كابتن من ضمن السيستم اللي حضرتك حاطه ان انت تهتم كمان بالعامل النفسي؟ لا مهم جدا ده اهم شيء عندي في السن الصغير ده مهم جدا ان الولد في السن الصغير يحبك ويهيبك يعني هو يبقى بيحترمك كويس قوي قوي في حدود في التعامل ولكن نفسيا هم اصحابي يمكن انا بنقعد قبل التمرين بنهزر وبنضحك وبنعمل كل حاجه نيجي ساعه الجد ما عنديش مشكله لازم بقى كل واحد عارف دوره وعارف واجباته. الاجوان الجميله ده يحيى الفرود ده يحيى الفرود ما شاء الله انا ده في هدف بقى نفسي يجيبوه كنا بنلعب نجوم المستقبل يعني انت لو اتفرجت على الجول حاجه هايله يعني الاجوال كلها ما شاء الله ده هدف محمد عبد الله عايز فرج حضرتك على التحرك سيف ايمن عمل يوسف جمال عمل له اوفر لاب فتحرك مهم جدا انت شايف محمد عبد الله ده لو هو مش قافل البعيده مشكله عندنا لو هو مش قافل الزاويه البعيده مشكله عندي فكل واحد عارف التحرك بتاعه ده مهم جدا والمعامله النفسيه زي ما انت بتتكلم كده ده شيء مهم جدا ان الولد يبقى مش خايف مش مرعوب ده برضه هدف لابو العميم هدف رائع ما شاء الله استلم صح ودي اهم حاجه حاجه جميله الاستلام وبقى ما تنشنش بقى ما تنشنش يعني ما استعجلش دايما اقول له قريب وانت قريب من الجول شغل بطن رجلك بشكل كويس ده مارادونا بقى جول عالمي ده حاجه بقى جميله ده جول عالمي من مارادونا قلت له ايه بقى يوسف لما جاب الجول ده لا هدف كان جميل جدا انت قلت له ايه في الملعب هو قال لك يا ابن اللعيبه بقى انت قلت له ايه هو ما قالش حاجه عجبك الجول فبتكلمش مجموعه اهداف جميله جدا ده برضه هدف عالمي برضه لطارق فوزي من اللعيبه الكويسه قوي يعني برضه اللي هي ما شاء الله عليه حاجه هايله يعني ده مروان عمرو برضه نسيته ده لعيب كبير ما شاء الله عليه مروان برضه من اللعيبه المميزه يعني برضه ما شاء الله كمان يعني خفيف الحركه رشيق جدا وعنده سرعه وعنده مهاره وحاجه هايله يعني حاجه تبشر بالخير يعني كابتن احمد التركيز على تعليم المهارات خاصة في المرحلة السنية ديت ومهارات كتير يعني تسليم وتسلم والتصويب واللعب بالراس والتحرك والتمركز زي ما حضرتك اتكلمت في بداية الحلقة دي بتبقى السيستم الموضوع هل على احدث الطرق الاوروبيه مهم جدا مهم جدا طبعا انت يعني ما هو في تمارين باص المهاره الاساسيه لكره القدم ايه التمرير بانواع الجري بالكرات التحكم السيطره في الكره التصويب المراوغه ولكن انت بقى بتشتغل على شغل حديث شويه ما ينفعش ان انت يعني خلاص بقى الشغل القديم ان اتنين قدام بعض عايز يعمل نموذج باص لا خلاص انت بتخش بقى في حاجات فيها فكر وربط بشكل عالي جدا مهم جدا ان انت تبدا بقى حته الدبل باس وال1 2 وال1 3 الفكر وخلق المساحات تشتغل على اوفرلاب تشتغل على تيك اوفر تشتغل على كروس اوفر حاجات كتيره جدا بتبدا تشتغل عليها على اعلى مستوى بحيث ان انت بتوصل للولاد لاعلى درجه من الفكر والربط مع بعض لان يعني زي ما بقول لحضرتك كل ما بتعلى شويه بالسن كل ما بتعلى بالفكر والربط بتاع الولاد فمهم جدا ان انت تحط لهم اسس علميه كويسه جدا واهم حاجه بقى مش يعني مهم جدا ان انت بتعمل التمرين في الوقت المناسب يعني ما ينفعش مثلا انت شفت تمرين واحد بعض المدربين يعني انا اسف شاف تمرين تصويب فبيعمله في وقت ما ينفعش ان هو يعمل تصويب في الوحده التدريبيه
العمريه مش مناسب للمرحله العمريه مش مناسب دي. يجي ولا واحد مثلا عنده 7 سنين او 8 سنين يقول له ضربات الراس ده غلط مش صح. فمهم جدا تبقى انت عارف انت بتعمل ايه وشغال على ايه وشغال امتى وشغال ازاي قبل الواحد قبل المباراه بتعمل ايه بعد المباراه بتعمل ايه. حاجات مهمه جدا الدراسه هي اللي بتفرق. عشان كده حضرتك قلت في سيستم موضوع هو السن ده يا فندم بيعتمد على حاجه اسمها تنميه الاداء الحركي للاعب ده بالكره وبدون كره. بتشتغل على الفوت ورك والكوردينيشن وبتشتغل على المهاره الاساسيه لكره القدم. المهاره الاساسيه بتخش بقى في الجزء الرئيسي من كره القدم سواء بتعمل تمرير سواء بتعمل تصويب سواء بتعمل جري بالكوره سواء بتعمل مهاره مراوغه وبتعمل حاجات اللي هي المركبه وبتخش على الجزء الرئيسي اللي هو التكتيك اللي هي بقى حاجات اللي هي بتبدا تحفظهم بقى. انا ما بهتمش في التقسيم ان انا ارمي لهم الكره اقول لهم يلا تقسيمه والعبوا مع بعض لا بعتمد على لحظات زي ما قلت دايما. حافظ انت اللحظات يا مارادونا ممكن تقولها؟ لحظه الكره مع الخصم ولحظه الاستخلاص ولحظه الاستحواذ ولحظه فقد الكره. يمكن هم حافظين يعني مهم جدا ان هو يبقى عارف انا عايز منه ايه فمهم هم حافظين. فالحفظ ده الثقافه الكرويه اللي عندهم مهم جدا ان هم يوصلوا لمرحله في الملعب هو لو بيبقى خلاص هو لو عمل حاجه غلط بتلاقيه باصص لي بعينه كده مارادونا او يوسف او سيف او معتز او بيبقى فاهم ان في حاجه غلط فيبص لي كده اقول له طب خلاص معلش مفيش مشكله تاني مره تلاقيه بيعملها كويس قوي. فهو هي الحته دي اللي مخليهم كويسين. وحته الصبر كمان يا كابتن منك دي حاجه من الحاجات طبعًا المهمه طبعًا جدا طبعا طبعا يعني. لان المدرب لو الولد غلط وقعد يزعق مره واثنين وثلاثه فلا انت لازم يبقى عندك اللي بيمسك مرحله البراعم دي مهم جدا ان يبقى عنده صبر مهم جدا لانه عارف ده الكبير بيغلط فما بالك الولد الصغير فلازم تستحمل الولد. يبقى يوسف برضو عايز اسالك من الحاجات بقى المهمه انت دلوقتي هتلاعب برشلونه وريال مدريد وبايرن ميونخ وبوكا جونيورز. بوكا جونيورز دول هيبقوا حريفه جدا بتوع الارجنتين يعني ودول بقى اللي طلعوا يعني بوكا جونيورز دول اللي طلعوا مارادونا فهتبقى حاسس بايه بقى يعني حاسس ان انت عايز تنزل تكسر الدنيا قدامهم؟ طبعا انا هعمل كل حاجه قدامهم. احنا نادي الاهلي يعني مش هتفرق معانا فريق كبير برضه زي برشلونه عشان الاهلي فريق كبير برضه هنتعلم كل حاجه قدامهم النتيجه بتاعت ربنا طبعا وهنعمل كل حاجه هنعمل اداء وطبعا النتيجه بتاعت ربنا في الاخر. طب انت بقى كلامك مع زمايلك وقبل ما انت كابتن الفرقه يعني خلاص الكابتن بيقول محاضرته وانتوا بتنزلوا الملعب بتقول لهم ايه قبل ما الماتش يبتدي؟ لازم نحمسهم ما خليش حد يخاف. لو اول باص مثلا عمله طلع غلط التاني يبقى صح. حتى لو التاني طلع غلط التالت يبقى صح. حتى لما الواحد جوه الماتش يعمل يعني باص غلط الكابتن بيسقف له بيقول له هايل وتعملها مره جايه صح وكده يعني. انت كلامكم بقى مع بعض برضو يا احمد عايز اسالك في نفس السؤال. تبقى حاسس بايه قبل ما تروح تلاعب فرقه زي بقى مانشستر سيتي جونيورز والفرق اللي انت بتتفرج عليها حتى بتقلده اللعيبه بتاعتها بتحتفل يعني كلكم بتحتفلوا احتفال كريستيانو رونالدو. تبقى حاسس بايه بقى وانت يعني هتلعب الفرقه الكبيره دي؟ انا هكون حاسس بالسعاده علشان بلاعب فرقه بتلعب كوره والاهلي بيلعب كوره فمثلا لما تيجي تعدي من واحد المساحه تكون موجوده مثلا لما تعدي واحد تكون الدنيا كلها بتكون مفتوحه لك مثلا ما حد يضغط عليك اطلعه بره الكوره والكابتن بيعمل لنا شغل خططي وكده. طيب احنا معنا على الهاتف الاستاذ محمد عفيفي ولي امر الساحر يوسف عفيفي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا كابتن فاروق. مساء الخير كابتن احمد. مساء الخير يا دونا. ازيك يا يوسف؟ مساء الخير يا استاذ محمد. استاذ يوسف موضوع صعب وشاق انك تكون حضرتك ولي امر لاعب ان شاء الله يكون مستقبل نجم من نجوم الكره المصريه ونجوم النادي الاهلي. هو طبعا حته نجم لسه بدري عليها. لا ان شاء الله يكون نجوم كلهم. هم الاولاد كلهم اهم حاجه ان هم بيحبوا بعض وبينهم روح حلوه. كابتن بيبو طبعا ما شاء الله عليه عامل نتائج وعامل روح بين الاولاد كويسه وهم كلهم اولاد ابطال. البطوله اللي فاتت دي على فكره كانت صعبه جدا. لعبوا فرق كبيره لعبوا فرق زي الزناوي والاسماعيلي والجنبي وقدروا يوصلوا مرتين ورا بعض ضربات جزاء وان هم يحطوا ماتشين ورا بعض ضربات جزاء ويكسبوا دي حاجه كبيره. وطبعا كابتن بيبو وكابتن تامر وكابتن محمود كان لهم دور كبير قوي في البطوله ديت ان هم حمسوا الاولاد وكلهم بيلعبوا في شيرت الاهلي اللي خلاهم يجوا يقعدوا عند حضرتك في الاستوديو هنا النتائج اللي عملوها. طبعا حضرتك اهلاوي جدا فاكيد نقلت الامر دوت ليوسف. هي مش قصه اهلاوي هي قصه ان الولد كان عنده هو صغير المراحل اللي هي الخمس سنين والاربع سنين تبتدي تعرف اذا كان الولد عنده سنس الكوره او لا.
وطبعا في الاول وفي الاخر توفيق من عند ربنا ان يبقى عنده موهبه وان هو يكمل، دي حاجه ربنا بيحطها في اللعيب. وهو الولد ما شاء الله غيره زي مارادونا كده وزي زمايله كلهم الحمد لله لعيبه كويسه وكبار، وزي ما قال لي كابتن ديبو في اولاد ثانيه ما جاتش نفس المستوى وادائهم نفس المستوى، وان هم يوصلوا وياخدوا بطوله زي دي وان شاء الله يشرفونا في بطوله دبي اللي جايه ان شاء الله باذن الله. استاذ محمد، ازاي حضرتك بتوفر ليوسف المناخ اللي يقدر يبقى فيه يعني بطل رياضي وفي نفس الوقت يكون بيأدي دروسه والدراسه بشكل كويس؟ الموضوع ده على فكره صعب جدا. لانك انت يعني بيبقى عنده دراسه وبتاخده من المدرسه عشان يلحق التمرين، في نفس الوقت بيبقى عنده دروس وازاي يوفق بين هنا وهنا، والاهم من ده انه هو يكون متفوق على فكره في الدراسه. فكره ان هو بيدرس في الدراسه، لا لازم يكون برضه متفوق هنا وهنا. وبتفرق معاه. برضه ما يبقاش القصه كلها كوره ويسيب الدراسه، لا وهو عارف الحته دي وانا بغرق في الحته دي. يعني لازم يوفق بين الدراسه والكوره. ربنا يكرمه بقى ويكمل على كده ويبعد عنه الانتخابات. باذن الله. يعني حضرتك بقى برضه بتحدد له اوقات البلاي ستيشن ولا ساعه الدراسه ما فيش بلاي ستيشن؟ لا هو ضحك اهو، هو ضحك، هو ضحك اهو، هو يقول بقى الموضوع ده، لان هو بص خد بالك البلاي ستيشن عنده ده اساس هو وزمايله اللي بيلعبوا اوف لاين على طول. عندي يوسف عفيفي وسيف ايمن، الاثنين دول يعني مجانين بلاي ستيشن. مجانين بلاي ستيشن هم الاثنين، وعلي طارق سليمان. طب مين بيكسب فيه؟ لا ده خد بالك الموضوع ده شاق جدا، بيتعصبوا على بعض وانا كتبت ده انت اللي كتبت كده يعني. بس برضو الروح الجميلة اللي موجودة ما بينهم وما بين. طب برضو عايز اسأل حضرتك استاذ محمد، التعامل مع الجهاز الفني، انت عارف حضرتك برضو وطبعا كابتن احمد سمير من المدربين الكبار، من اصعب الامور بالنسبة للمدير الفني انه تعامل اولياء الامور في هذه المرحلة السنية، لان بيبقى في عدم وعي الى حد ما من قبل اولياء الامور في بعض الحاجات، الشق الفني والشق النفسي. فازاي يعني حضرتك بتتعامل مع المدير الفني ازاي؟ والله بص انا بعيد عن المدير الفني، مش الحته الفنيه نهائي. نعم. يعني ده دوره وده زي، انا ما بحبش حد يتدخل في شغلي، انا ما بحبش اتدخل في شغل غيره. نعم. وهو برده ما شاء الله عليه بيبقى شاطر، بيعرف يتعامل ازاي مع الحته ديت. في نفس الوقت ولي الامر، اي ولي امر طبعا في اعتقاده الشخصي ان ايه بتحصل اللعيب وهو ده ما فيش غيره، وحاجة فاهم الكلام ده طبعا. نعم. بس في الاخر الفيصل في ده كله رؤيه المدير الفني اللي هو اضرب في الاسم. نعم. يعني انا ممكن اقول ان ابن احسن واحد وهو ما يكونش كده في وجهه نظر المدير الفني. بس الحمد لله احنا حتى كاولاد امور روحنا حلوه مع بعض، وده بينعكس على فكره على الاولاد. ده حقيقي. دي مهمه جدا. ده حقيقي. احنا بنحب بعض هتلاقي الاولاد حبوا بعض، لان انا بنقل لابني الانطباع بتاعي عن ولي امر كذا او كذا. نعم. فده ينزل انطباع للاطفال، هم اطفال في الاخر. ان هم بيحبوا بعض وروحهم حلوه، وحضرتك شوف لحظه الفرحه بتاعت الفوز. اهو باين، وحتى طريقه اللعب الجماعيه اللي انا شايفها دلوقتي، احنا حضرتك وحضرتك بتتكلم، احنا بنعرض بعض من الاهداف، الاهداف كلها فيها جماعيه كبيره بنفس طريقه طبعا مسمه اداء النادي الاهلي، الجماعيه والمهاره. لا انا كان في هدف كان نفسي حضرتك تشوفه، بس يا رب يجيبوه، هدف نجوم المستقبل الاول. نعم. ده من الجول للجول، يعني شغل معمول بشكل كويس قوي. نفسي الجول ده يتذاع، جول هايل يعني. طب استاذ يوسف او استاذ محمد، يعني برضو عايز اعرف حضرتك حسيت بايه بقى لما يوسف جاب جون في الاسماعيلي بالشكل ده؟ والله انا ما صدقتش نفسي، يعني كنت قاعد على فكره انا بحب اتفرج دايما مع اولياء الامور. نعم. نقف زي الدرجه الثالثه كده. اه. يعني فاحنا لما جه الجون كل واحد مش عايز اقول لك مش مصدق نفسه. نعم. ان الجون دخل بالشكل دوت. والناس فرحت فرحه غير طبيعيه، انت بتلاعب الاسماعيلي تيم كبير، خد بالك ازاي. نعم. فانت بتلاعب فريق مش قليل، انك تجيب جون بالشكل ده وزي ما حضرتك قلت فيه ثقه. وعلى فكره الهدف ده مش هدف فردي برضه، يعني ده هدف جماعي. لا اكيد. اتفرج فيه من اول ما اتلعبت لغايه ما خلصت بالشكل الجميل دوت. الاصعب بقى لحظه بقى ان انا عايزك تشوفها، لحظه ضربات الجزاء. لا لا. يعني لحظه ضربات الجزاء دي في السن الصغير ده ريسك جامد جدا على الاطفال. انك تبقى قاعد يا اما تخسر تبعد عن البطوله، يا اما تجيبها وتاخد البطوله. دي لحظات صعبه جدا كولي امر على فكره مش لعيب. لا اكيد اكيد. تشوف ابنك داخل على كوره، لا هيضيع. ويضيعنا يا اما يجيب ويكسبنا ويفرحنا. لا ما شاء الله. الحمد لله الاولاد كانوا ابطال بصراحه يعني، والف مبروك للكابتن ديمو والجهاز الفني كله والاولاد. اشكرك يا استاذ محمد، ربنا يكرمك. استاذ محمد عفيفي والد اللاعب الساحر يوسف عفيفي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.
ضربات الجزاء هي امام حضراتكم ومشاهدينا وادي الفرحه بعد اخر مين اللي جاب اخر بينالتي؟ ابو العمايم طبعا بقى جريتوا على بعض وخلاص بقى البطوله جت. لا ده كانت المباراه اللي قبل النهائي دي كمان النهاية. خلصت قبل النهائي برضه ضربات جزاء والنهائي خلص ضربات جزاء. طب وانتوا داخلين تشوتوا البنالتيات بتبقوا كلامكم ايه مع بعض؟ انا قصدي ماتش الاسماعيلي ده انا ما رحتش البنالتيات. لا انا بتكلم في اي بنالتيات يعني انت في اي ماتش يبقى يعني فيه بنالتيات. انا بقول ركزوا وربنا يوفقكم وان شاء الله هتجيبوها. طب انت بتحب تحطها في اي زاوية؟ بلاش نفضح بقى. قولوا بقى غير في الماتش. ده النهائي بقى ده دايما يوسف عفيفي بيخش اول واحد فدي برضه انا بحسده على شخصيته القويه ما شاء الله تبارك الله عليه. فدايما هو بيبقى قائد دايما بيخش الاول بيشجع زمايله. يمكن احنا مرينا بموقف غريب جدا في المباراه النهائيه. يمكن عندنا لعيب محمد رأفت من اللي ادوا البطوله بشكل جيد جدا ومن نجوم البطوله ضيع تاني ركله جزاء يعني كانت لنا تاني لعبه فضيعها. فتشوف يوسف ما شاء الله لما راح له وهو مارادونا قالوا له خلاص ما تزعلش مفيش مشكله يعني ما يعني خلاص يعني ما مش يقعد بقى يعيط ويزعل. لا عندهم شخصيه ما شاء الله تبارك الله ودي شخصيه لعيب النادي الاهلي يعني مش اي حد لو في ولد صغير تاني في حاجه. كابتن ايمن يا احمد انا معلش انا اسف بقطع حضرتك ولكن اول حاجه عملها بعد البنالتي انه سجد. لا ده هم على طول ما شاء الله الحته دي فيها كويسه. النقطه دي يعني ما ينفعش اشوفها الصراحه. يا ريت برضو زميلنا لا هم قريبين من ربنا قريبين من ربنا جدا كمان وملهاش علاقه بقى كمان في حته بقى نادي اهلي ونادي زمالك. ده هم ما شاء الله عليهم دايما حته الصلاه اللعيبه كلها قبل التمرين دايما لازم يتجمعوا ويصلوا العصر قبل ما نبدا التمرين على طول. هم ما شاء الله الحته دي فيهم دايما والله. لو تشوف لو الكاميرا معانا قبل الماتش يوم المباراه النهائيه انا ما قلتلهمش الكلام ده. فوجئت اللعيبه كلها برجع كده بلف ورا في الباص فببص على الولاد لقيت كل واحد فيهم اقسم بالله ماسك مصحف وعمال يقرا في المصحف ومركز جدا وعارف ايه. ولاد كبار ما شاء الله تبارك الله من الصغيرين يعني ما شاء الله عارفين حاجات كويسه جدا تقربهم من ربنا بشكل كويس جدا عشان كده ربنا بيكرمهم واشوفهم دايما احسن الناس يا رب باذن الله. برضو عايز اسالكم سؤال بقى انتوا الاثنين الماتشات الكبيره يعني مثلا انتوا بتروحوا تلعبوا الزمالك بتحسوا بنفس المستوى المنافسه زيها زي الفرقه الثانيه ولا بتبقى الموضوع مختلف؟ ابتدي برضو كابتن الفرقه يوسف. طبعا النادي الاهلي اي مباراه عنده لازم تكون مهمه بس كانت سهله او صعبه. النادي الاهلي ما عندوش اي مباراه صعبه. اي مباراه لازم نركز فيها وهدفنا طبعا الفوز لان النادي الاهلي متعود على الفوز. بنعمل كل حاجه في المباراه عشان نكسب. بالنسبه لك بقى برضو النادي الاهلي فريق مش سهل. برضو حته الفوز دي بتاعت ربنا بس برضو النادي الاهلي متعود على الفوز. بس اهم حاجه عندنا النادي الدكتور عمرو بالمجد والكابتن تامر حفني والكابتن محمود صالح والكابتن احمد سمير عندهم الاداء والفوز ده بتاع ربنا والحمد لله. برضو النادي الاهلي بيحب الفوز وبيحب الاداء وكده بس برضو لما نكون كسبانين ومن غير اداء الكابتن بيزعل. هم بيبقوا عارفين بقى يعني ممكن نبقى كاسبين ماتش 3 ولا 4 بس مفيش اداء كويس انا ببقى زعلان يعني دي بتزعلني اكتر. يعني ممكن نكسب 1-0 بس الاداء كويس جدا. يعني يمكن انا بتكلم على ماتش نجوم المستقبل ده من احلى المباريات اللي عملناها كوره يعني ما شاء الله زي ما بقول لحضرتك في جول احنا جايبينه في ماتش نجوم المستقبل ده الكرة من الحارس لحد ما طلعنا الجول بره الجول. احنا عايزين احمد بس يقول الو. قول الو كده يا احمد. الو. قول الو بصوت. الو. الو. بابا ده. بابا. الو. بابا. ازيك يا احمد؟ الحمد لله. منور قناه النادي الاهلي انت والكابتن احمد بيبو والساحر يوسف عفيفي. الله يخليك يا كابتن. وفي ضيافه الكابتن محمد فاروق. مساء الخير يا استاذنا وسعيد بتواجد حضرتك معانا على الهاتف والد احمد ايمن الاستاذ ايمن سيد علي ونورنا وبصراحه ما شاء الله يعني احمد من اللعيبه الكويسه. ربنا يخليك كابتن محمد وانت منور قناه النادي الاهلي دي قناه بيتنا وكده والكابتن احمد سمير منور قناه النادي الاهلي والساحر ونبارك فرقه 2005 حضرتك في الدوره اللي خدوها دي دوره الصيد وكده نبارك مجلس اداره النادي الاهلي ومن والدكتور عمرو رئيس القطاع دكتور عمرو بن مجد الكابتن محمود صالح نائب رئيس القطاع للبراعم
والكابتن تامر حفني مدير البراعم من مدرسه حضرتك وكده، والكابتن احمد سمير ده الكل في الكوره ربنا يحفظه لنا يا رب. ربنا يكرمك يا ابو مارادونا يا رب ويحفظ لك ابنك حبيبي يا رب. ربنا يخليك يا كابتن احمد حضرتك يا رب. اول حاجه قصه مارادونا، وعايز اسال حضرتك يا استاذ ايمن، موضوع مارادونا بقى حضرتك اللي سميته ولا حد تاني؟ لا والله حضرتك، هو كان بيلعب وهو صغير كده حضرتك، ففي واحد زميلي حبيبي كده له في الكوره برضه كده، فقال لي الولد ده شبه مارادونا في الستايل بتاعه والاداء بتاعه والاداء الحركي بتاعه كده، فمن يوميها حضرتك والله طلعت عليه وكده، ودي الحمد لله يعني. وجوده في مدرسه يعني في البدايه طبعا في قطاع الكره بالنادي الاهلي وبيلعب في بالقميص يعني تعاملك معاه طبعا اكيد انت اهلاوي كبير جدا يعني، ف طبعا حضرتك بتبقى حاسس بايه انت كولي امر وابنك ابتدى ياخد اول خطواته في ان هو ان شاء الله يحقق حلمه يبقى لعيب كره في النادي الاهلي؟ والله دي حاجه كويسه، حاجه جميله لينا حضرتك ان هو ينتمى للنادي العظيم ده نادي القرن حضرتك، ودي شرف لينا وكده يعني، فالحمد لله احنا بنحب النادي الاهلي حضرتك كده، وربنا يكرمه يا رب ويكرم زمايله يا رب، والحمد لله موفق بين الدراسه وبين الكوره، وان شاء الله وهو شاطر في النادي الكويس والله حضرتك، وربنا يكرمه يا رب ونشوفه يوصل فيرست تيم ان شاء الله هو وزمايله وحبيبه، ونكون كابتن احمد ان شاء الله باذن الله معاهم حد ان شاء الله باذن الله. في تواصل ما بين حضرتك والكابتن احمد؟ حضرتك على طول، الكابتن احمد اخ ودايما عامل ولاد كانهم ولاده بالظبط حضرتك والله. يعني على طول في تواصل، انا حاسس كمان ان حاجه بيطلبها منه ويطلبها مني على طول حضرتك، وبرده مع باقي اولياء الامور يعني الفرقه كلها انا حاسس ما شاء الله قريبين من بعض جدا. لا لا الحمد لله العلاقه وسيطه خالص حضرتك بين اولياء الامور وبين الاداره حضرتك، الكابتن احمد والكابتن تامر حفني ده بيتعامل ولاد كانهم ولاده حضرتك بالظبط والله. طب استاذ امين عايز اعرف مين اللعيب اللي لما حضرتك بتتفرج عليه بتحس ان احمد يعني قريب منه؟ هو حضرتك كان كابتن سيد معوض حضرتك يعني، هو بيحب لانه مهاري وكده طبعا، هو كابتن وليد سليمان هو بيحبه خالص، كابتن وليد سليمان فعلا يعني لسه بنتكلم عليه الحاوي الحاوي معانا الساحر ومعانا الحاوي ربنا يخليك كابتن محمد، موفقين ان شاء الله باذن الله حضرتك. ربنا يخليك استاذ ايمن، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وان شاء الله احمد يبقى نجم كبير ويكسر لنا الدنيا. يوسف عايز اعرف منك بقى، بما ان انت ساحر الفريق يعني، عايز اعرف منك طموحك وانت بتوعد بقى جمهور النادي الاهلي دلوقتي، انت خلاص كل جماهير النادي الاهلي على مستوى العالم اتفرجوا عليك وعرفوك ما شاء الله بقى، عايزك تقول لي طموحك عايز تبقى ايه؟ طبعا انا عايز العب في الفريق الاول، هعمل كل حاجه عشان العب في الفريق الاول واجتهد واعمل كل حاجه، واحترف بره ان شاء الله، العب في احسن دوريات العالم زي الدوري الانجليزي والدوري الاسباني والدوري الايطالي الدوريات الكبيره دي. طب وتبعدهم بقى هتعملوا ايه في قدام الفرق الكبيره بقى البرشلونه؟ هنعمل كل حاجه قدامها ان شاء الله، هنكسب هندي هندي كل حاجه قدامهم. طبعا هنحاول نسجل اكبر عدد من الاهداف، هنلعب لعبنا الطبيعي وهنلعب اداءنا العادي. طيب احمد عايز نفس السؤال، انت يعني طموحك ايه مع الفرقه مع النادي الاهلي، وتوع جمهور النادي الاهلي ايه اللي خلاص بقى متابعينك دلوقتي؟ طموحي العب فيرست تيم، وطموحي كمان طموحي كابتن احمد سمير يمسكنا كمان، يمسكنا سنه كمان. لا دي مش بتاعتي انا بقى مرضى. هو احمد ما شاء الله بيلعب السهل. بس لو مسكت مش هلعبك اساسي خلي بالك. انت تشوف يا كابتن. لا يا حبيبي. طب احمد انت يعني لما تلعب بقى الفرق الكبيره هتبقى مين بقى جمهور النادي الاهلي هنكسبهم ولا هتبقى عاملين ازاي؟ هنكسب ان شاء الله وما فيش خوف ولا في اي حاجه، وبرده هو برشلونه احنا النادي الاهلي، هم ريال مدريد برده احنا النادي الاهلي، والحمد لله برده طموحنا، انا طموحي اكون احسن دوريات العالم زي ما في ريال، وانا هو نلعب في نفس الفريق برده. وهتعمل الكره ليوسف ولا هتعملها لحد تاني؟ لا لا ليوسف طبعا. ولا هتروح تجري على كابتن احمد؟ كابتن احمد يعني شرفتني ونورتني، وعايز برضو يعني وعد بقى لجماهير النادي الاهلي، احنا هنلاعب فرق تقيل، والنادي الاهلي هم اللي بيقولوا هم برشلونه وريال مدريد، بس احنا النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله نوعي جمهور النادي الاهلي ان احنا نعمل بطوله في دبي كويسه ان شاء الله تشرف النادي الاهلي، وزي ما بنقول ان احنا فريق كبير جدا ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله نعمل اللي علينا، ما فيش حاجه اسمها تمثيل مشرف والكلام ده، ان شاء الله نحاول نبذل قصارى جهدنا ونموت نفسنا ان احنا نحط دايما النادي الاهلي ده في مكانه عاليه دايما ان شاء الله، وربنا كريم باذن الله بمجهود اللعيبه ان شاء الله بمشيئه الرحمن باذن الله. انتوا حافظين اغاني الجمهور بتاعت النادي الاهلي؟
مش عاوز قوي شمال كده بس مش قوي يعني. طب ناخد جزء منها صغير كده. لا انا مش حافظ. هتتكسفوا؟ لا مش حافظ. انا عايز اقول لك انتوا لو غنيتوا كده الالتراس هيرفعوا صوركم. يعني هم حافظين بعد كل ماتش. يمكن انا 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 غنيت الاغنيه دي معاهم بعد المباراه بعد ما خدنا البطوله. فاكرين ولا مش فاكرين؟ انا قلت فريق كبير فريق عظيم اديله عمره برده قليل صح ولا لا؟ ما تقولها طب يعني دي كانت حاجه دي حاجه غصب عننا يعني. الفرقه انت اللي لازم تقول لهم الكلام ده. انت مكسوف من ايه؟ ادي أيوة. هم يعني. قول يا دونا انت قول. كويس ان هو كابتن الفرقه. قول يا دونا قول ما تتكسفش. يوسف انا يوسف خجول على طول. فانت قول انت ما تخافش كده انتوا الاثنين. لا خجول بس يعني مش هتتكسف. فريق كبير فريق عظيم. يلا قولوا يلا. يلا عصفنا وانت. يلا حبيبي. يلا شجعوا بعض. ها يلا الجمهور مستنيك. ايوه بالثالثه شمال بنادي جبال وبعلى صوت دايما بنشجع الابطال. فريق كبير فريق عظيم اديله عمري وبرده قليل. برافو عليكم كويسين. ده احلى ختام للفقره الاولى من حلقتنا النهارده نجوم وابطال النادي الاهلي القادمين. لسه عندنا ومستمرين مع حضراتكم نستضيف الكابتن محمد فتوح مدرب حراس مرمى فريق 2005 وايضا بعض من النجوم يوسف جمال ومحمد رأفت. واوعى تروحوا بعيد عشان النادي الاهلي حديد. لسه مستمرين مع حضراتكم وفقره امل امل ومستقبل مش بس النادي الاهلي الكره المصريه. في البدايه برحب بضيوفي اللي ان شاء الله هيكونوا كبار وكسروا الدنيا وايضا كابتن حراس المرمى في النادي الاهلي الفريق 2005 كابتن محمد فتوح. مساء الخير يا كابتن. اهلا بيك كابتن محمد. شرفني ونورني وبيتك النادي. انا سعيد ان انا موجود مع حضرتك النهارده وموجود في بيتي في قناه النادي الاهلي نادي القرن. وسعيد ان انا اشوف حضرتك النهارده وباذن الله تكون حلقه جميله باذن الله نجومنا الكبار الجمال بقى اللي ان شاء الله يكسروا الدنيا. هبتدي بيوسف جمال. ازيك يا يوسف؟ الحمد لله. عامل ايه يا كابتن يوسف؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كويس تمام الحمد لله. مجهز لك اسئله كتير يا كابتن يوسف. ايضا نجم الصاعد محمد رأفت. مساء الخير يا كابتن محمد. اخبارك ايه؟ الحمد لله. كله تمام؟ كله تمام. نبتدي بكابتن محمد فتوح خاصة ان هو في قطاع مهم جدا 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 في كرة القدم حراسة المرمى وخاصة في هذه المرحلة العمرية الاساس اللي يكمل عليه الحارس لحد ما يوصل للفريق الاول. كابتن محمد طريقة تدريب حراسة المرمى خاصة في هذه المرحلة العمرية ما فيش لسه برضه في لعيبة ما بقاش لسه حصل لها الطفرة فما يبقوش طوال بالمستوى المطلوب ازاي في الاول اختيار حارس مرمى في مرحلة البراعم؟ طبعا احنا بنختار الحارس المرمى على اساس انه يكون الاول حاجه نسبه المهاره عنده تكون من 60% ل 70% وطبعا يكون بدنيا بقى اهم شيء يكون بدنيا يكون الطول عنده طول يعني متوسط مش متوسط طول قوي يعني يكون طويل لسبب لان حارس المرمى لازم انه يكون طويل على الاقل خالص من في البدايه دي وهو بيبقى من 150 مثلا ل 160 في البدايه وهو ناشئ في البراعم. هو برضه كابتن محمد المرحله الزمنيه دلوقتي يعني الاجيال الجديده او المدرسه الجديده في حراسه المرمى كل الحراس لازم 185 فما فوق. اكيد اكيد ده في البدايه في البدايه بيبدا في متغيرات بدنيه بتبقى يعني بتتواصل يعني من فتره. انا بتكلم على الفريق الاول فانا بالنسبه بقى لا الفريق الاول لا الفريق الاول لازم طبعا ده يكون 190 طبعا وفوق كمان 195 الجديده طبعا. ازاي بقى في مرحله الناشئين بتبقى حاسس ان ده ممكن يبقى طويل؟ ايوه طبعا احنا بنشوف العضله وطبعا ورجله طبعا بيبقى فيه المقياس بتاعها من مقياس العضله من الفخذ لغايه الركبه ومن الركبه لغايه تحت في السمانه بنشوف طبعا بيبقى عامل طبعا اساسي في ان احنا بنحفزه بدنيا وبنشتغل عليها كمان يعني احنا ممكن نطورها له وطبعا بوسائل عاديه يعني اول حاجه ان دلوقتي ما ينفعش ان انا اشغل في البراعم ان انا اخش بيهم الجهاز ولا جيمنيزم لا بنعمل ليهم حاجات خفيفه جدا ممكن نشتغل معاهم رمل بيزيد في التقويه بنشتغل معاهم حاجات خفيفه توافقات او طبعا توافق وحاجات اكورديشن منها الرشاقه ومنها المرونه يعني بنبدا معاهم كده من الاول لان احنا المرحله بتاعتنا دي بتبقى مرحله تعليميه. نعم. المرحله التعليميه دي من اساسها بنعلمهم اول حاجه المهاره. نعم. المهاره إيه ازاي؟ اهم بقى مهارات حارس كره القدم. اهم شيء في المهاره ازاي ان هو يعرف يمسك كوره. نعم.
دي بتبقى الاول الاساس. ازاي ان انا اعرفه ان هو يمسك كوره؟ ازاي ان انا اعرفه واديله الثقه في نفسه؟ ازاي؟ ما هو في ممكن حاجات كتيره قوي في الايام دي. ممكن دلوقتي الكوره اللي ما يعرفش يمسك كوره فبتخش فتبقى مشكله. نعم. فعامل اساسي في ان الحارس مرمى لازم يكون بيعرف يستلم الكوره ازاي. دي بتبقى مهاريا اول حاجه، نعرفه يستلم الكوره ازاي، والوقوف بتاع الحارس يبقى ازاي، وازاي انه يترمي، وازاي ان هو يعمل تكف عالي، وازاي ان هو عنده مرونه. كل الحاجات دي بنشتغل عليها فاول من الولد وهو صغير، من هو مثلا احنا ما عندنا من 2009 بنبدا نشتغل معاهم الاساسيات بتاعت حارس المرمى اللي هي الاساسات المهاريه بتاعته. نعم. ازاي ان هو يستلم، ازاي ان هو يمسك الكوره، بنشتغل معاهم كتير بالذات في حته انه يستلم. كابتن، اللعيبه بتجي لك تبقى عايز تبقى حراس مرمى، ولا انت ممكن تنتقي حد في الاختبارات، او يجي لك حد مثلا يبقى عايز يقدم لعيب بس انت شايف ان ده هيبقى حارس ممتاز؟ طبعا عينك الخبيره يعني. فوقات بيحصل الكلام دوت، بس بيحبوش كده. لا بييجوا مثلا يبقى لاعب، يبقى لاعب برغم ان احنا ممكن نبقى شايفين فيه ان هو ممكن يبقى حارس مرمى، بس طبعا رغبه اللاعب طبعا بتفرق، او رغبه الناشئ يعني. لكن احنا بنشتغل معاهم بقى في الولاد، عندي انا مثلا في 2005 و2006 بنشتغل معاهم. اول حاجه بنعلمهم مبادئ النادي الاهلي، الروح الفلانة الحمراء للنادي الاهلي، العادات والتقاليد بتاعت النادي الاهلي اللي هي سماتها الاخلاق، ده اول شيء. بنعلمهم ازاي الاحترام، ازاي يحبوا بعض، دي اهم شيء في مبادئ النادي الاهلي، ان احنا نحبهم في بعض. بعد كده بنشتغل معاهم بقى، بنعدهم بدنيا طبعا وذهنيا ونفسيا، ده اهم شيء. لازم انا كمان اكون صادقهم يعني، انا في الملعب انا في الملعب في بره الملعب عادي ان انا اتكلم معاهم، وممكن نهرج، ممكن نقعد، ما فيش اي نوع من انواع المشاكل. زي ما قال الكابتن احمد سمير في الاول، ان احنا بنقعد معاهم ونهرج معاهم ونتكلم معاهم، لكن في التمرين في ان لازم ينفذ اللي احنا بنقوله بالظبط. نعم. وبنشتغل عليه طبعا. في اغلبيه الاحيان كتيرة جدا مثلا بيبقى عندي الولاد الأربعة، عندي عمار اللي هو الجون الأساسي في الدورة الصيد، أدى بطولة هايلة يعني، أغلبية الماتشات اللي لعبها كان هايل، ما دخلش فينا غير هدف وبضربة جزاء، ومشكوك في أمرها كمان ممكن ما تبقاش ضربة جزاء. وطبعا الجون الثاني بعديه على طول اللي في البطولة محمد سيد مختار، وقف صد ضرب الجزاء في المباراه الاولى بتاعت الاسماعيلي قبل النهائي، صدها باقتدار يعني، انا قايل له ركز، وكان متفق عليه مع الكابتن احمد سمير ان هو بعد لو وصلنا في لا قدر الله لضربات جزاء هنبدا ننزل محمد ان هو يقف. محمد جون كويس، عينه كويسه، عنده سرعه رد فعل يعني حضرتك قويه جدا ما شاء الله عليه ما شاء الله. ده في مباراة الإسماعيلي. وفي المباراة النهائي برضو نفس الحكاية، قررنا نفس النظام، قلنا برضو هنعمل كده، وفعلا الحمد لله رب العالمين جبنا البطولة بسبب ان هو محمد صد كورتين في المباراة النهائية. موفق، وادي حارس المرمى اللي بيفرق مع فرقته، اللي بيدي بطولة وبتوصل بقى مرحلة ضربات الجزاء او من غير ضربات الجزاء، حارس المرمى دائما المركز رقم واحد يصنع الفرق. طبعا طبعا طبعا، دي حاجة من الحاجات المهمة. نروح لنجومنا القادمين، هبتدي ب هو مين أكبر فيكم؟ محمد ولا يوسف؟ يعني نفس السن. نفس السن، مفيش فرق في المدرسة ولا في لا انا ممكن ابقى 13. انت ممكن تكون 13 صح؟ ابتدي بيك بقى، ان انت اللي ممكن تكون 13. محمد، حبك للنادي الاهلي ابتدى من البيت ولا من الشارع ولا من اصحابك؟ ازاي حبيت النادي الاهلي؟ هو حب النادي الاهلي طبعا ده يعني ليه فخر كبير ان انا احب النادي الاهلي، وهو يعني نادي القرن، نادي اعظم نادي في الكون، وهو يعني بابايا هو اللي شجعني على الكوره، ويعني بشكره طبعا. وانا اصلا بدات الكوره وانا عندي 3 سنين، ويعني بابايا اصلا كان عايز يلعبني كوره. فيعني انت حبيت النادي الاهلي عشان باباك اهلاوي وانت بتحب النادي، فروحت بقى ايه للناشئين في النادي الاهلي؟ رحت باختبار، وكابتن عزيمه يعني هو اللي يعني اخترني، وكابتن احمد سمير برضه ليه فضل كبير عليا، وكابتن محمد فتوح يعني، وكابتن تامر حفني، وكابتن عمرو المجد، مش عايز انسى حد.
كل الكباتن. نفس الشيء بالنسبه لك يا يوسف، انت ابتديت حب الكوره في النادي الاهلي ازاي؟ بدات يعني انا بدات الكوره، العب كوره اصلا وانا عندي 5 سنين. كنت يعني كنت بدات اصلا في اكاديميه. يعني الاول انا كنت بحب الكوره، كنت بلعب في الشارع، وهو ايه كان بيحب الكوره فكان وداني انا اكاديميه جنبينا. كان اتمرنت هناك مع كابتن رجب محمدين، يعني كان بيدربني هناك. بعد كده رحت النصر، من النصر رحت على النادي الاهلي، والمدربين اللي كانوا بيدربوني برده في نادي النصر برده طوروني. كنت بلعب في النصر برده اولا، كنت بلعب راس حربه، ودلوقتي رحت الاهلي. وكابتن احمد سميري يعني له فضل عليا ان هو نمالي مهارتي وعرفني وعرف موهبتي يعني، ولعبني باك يمين. انت بتلعب باك يمين؟ محمد انت بتلعب ايه؟ ديفندر. تلعب ديفندر تحت صانع لعب، تحت صانع اللي بيزيد يعني. يعني زي عمرو السوليه كده وحسام غالي. حسام غالي. انت مين بقى اكتر لعيب بتحبه؟ حسام غالي. حسام غالي. اشمعنى حسام غالي بتحبه؟ هو لعيب قوي، بيدافع وبيهاجم في نفس الوقت. هو يعني عنده روح في الملعب. يعني بيحمس اللعيبه. تحب شخصيته؟ بحب شخصيته. وبتحب حرفنته ولا لا؟ بحب حرفنته. حسام غالي ده يعني نجم من نجوم مصر، اللعيبه اللي موجوده في نص الملعب. نجم من نجوم مصر. هو احسن يعني نص ملعب في مصر، عشان كده بتحبه. ومين بقى اللي يعني غير حسام غالي بتحبه في مكانك في بره؟ يعني مش في مكاني. هو انا بحب كريستيانو رونالدو. بحب كريستيانو ده اكتر لعيب بالنسبه لي. يعني هو احسن لاعب في العالم كله، وعنده مهاره، بيشوط بيلعب برجله اليمين والشمال. بتحب انيستا طيب ولا لا؟ بحبه. انيستا بقى بيلعب في مكان رسام. بتحبه عشان هو يعني بيلعب الكره السهله، ويعني يعني ما بيخرفش، يعني بيلعب يعني بيلعب الباص السليم. انت بسم الله ما شاء الله بتحلل احسن من الناس اللي مننا احنا شخصيا. يوسف انت كمان مين بقى اللي بتحبه في مركزك؟ داخل مصر احمد فتحي. احمد فتحي. اشمعنى احمد فتحي؟ احمد فتحي لا من اللعيبه الرجاله، يعني اللعيبه القويه يعني، وبتلعب برجوله. يعني هو يعتبر يعني من احسن باكات اليمين في مصر اولا. يعني هو برضه راح منتخب مصر بعد اجتهاده ولعبه وخبره. انت حاسس فيه ان هو مثلك الاعلى؟ وبتحب تقلده؟ بحب انا يعني لعب قريب منه يعني. كان في ماتشات السنه اللي فاتت، ماتشات انبي كنت بلعب مهرجان، وكنت بلعب نص ملعب، كنت بلعب هوف حسب ما الكابتن بيوظفنا وكده يعني. وبتنزل برضه وبلعب. هو يوسف جمال. هو نفس الستايل بتاعه. هو يوسف جمال نفس الستايل. راجل في الملعب. وراجل زيه يعني. راجل في الملعب ما شاء الله. الكابتن قلت كده. طب وبترفع افراج كويس؟ الحمد لله. يعني بتروح كلها الفراوده ولا؟ ايوه لا الحمد لله. ماتش الانتاج برضه في بطوله الصيد برضه كان اللي هو عملنا، كنا لعبت الكره لسيف وعملت اوفر لاب، الكره اتلعبت له مع رد لمحمد عبد الله قافل بعيده. يعني الحمد لله دخل الجون كان فيها توفيق يعني. في النادي الاهلي. طب وبره بقى مين اللي بتحبه في مكانه؟ يعني هو مش يعني انا بحب رونالدو يعني. بحب برضه كريستيانو رونالدو. كريستيانو يعني من عشان كده كل ما بيجيبوا جوان بتقلدوا الجول بتاعه. كريستيانو رونالدو. رونالدو يعني من احسن لعيبه في العالم، هو رقم واحد يعني بالنسبه لي في العالم. وبرده سبحان الله يوسف واحمد، يوسف عفيفي واحمد بيحبوا ميسي، فانا انا اتنين كريستيانو واتنين ميسي. حتى اشجع الريال اصلا، ما اشجعش برشلونه، بحب الريال من وانا صغير. طب انت عارف ان الاهلي كسب ريال مدريد؟ 1-0. عارف الموضوع ده؟ طب مين اللي جاب الجول؟ كان لعيب افريقي كده اسمه ساندي. ومين بقى اللي عدى من الجون؟ وزمايلنا دلوقتي في الاخراج هيجيبوا لنا الجون. مين اللي عدى من الجون؟ كان حسام غالي. حسام غالي. حسام غالي اللي انت بتحبه وكلنا بنحبه وانا كمان بحبه الصراحه. هو هو اصلا شخصي، هو شخصي قائد كده، حاسس ان هو كابتن فريق عالمي، كابتن في الملعب. انتوا الفرق بقى، ابتدي برضو بيك يا محمد، مين الفرق اللي حسيت انها بتنافسكوا في الدوري؟ هي انبي فرقه طبعا قويه محترمه يعني، بس احنا برضو يعني مفيش فرقه بتقف قدامنا، عشان احنا النادي الاهلي يعني نادي القرن يعني. مفيش فرقه بتقف قدامنا يعني، اي فرقه بتقف قدامنا الحمد لله بنكسبها. يعني الكابتن احمد سمير بيحمسنا برضو، بيقول لنا محدش يخاف، انزل واعمل اللي عليك والباقي سيبه على ربنا. وانت بالنسبه لك برضو نفس الموضوع؟ نادي انبي يعني الفرق يعني كويسه. ادي بقى بص، ادي الكره الجون بتاع ريال مدريد، بص مين بقى اللي عدى من الجون؟ حسام غالي. حسام غالي. بعدين وقف لعبها لصندي. اهو جاي هنا. عشان بس ايه، انت بنتكلم على ريال مدريد يعني لعبة الجامده قوي يعني في مصر. فاحنا منتظرين منكم، انتوا هتلعبوا بقى بدوره وديه كبيره جدا، هتلعبوا ريال مدريد. الناس بقى جمهور النادي الاهلي انت عارف ما بيقولوا. لا مش هنخاف، مش هنخاف، وهنلعب وهنعمل اللي علينا ونسيب الباقي يعني على ربنا. كابتن سمير ينزل ولا لا؟ احنا بنعدهم لكده يعني، بنعدهم ازاي؟ كابتن سمير بيقول لنا انزلوا ما تخافوش واعملوا عليكم بس.
اتفضل يا كابتن. احنا بنعدهم لي كده طبعا للدوره اللي جايه. كابتن احمد بيعمل معاهم شغل تحفظهم جمل تكتيكيه، بس كان من الجنب اليمين او الجنب الشمال، وفي بعض اختراقات بتبقى من النص. طبعا ده محمد رأفت. محمد رأفت من النوع اللي هو برضو بيحب ان هو ممكن يخترق من النص، وفي اوقات بيسلم اليمين والشمال، اذا كان سيف ولا محمد عبد الله او فوزي. فهو يعني شغال على طول على الحته دي، ففي حفاظه له كابتن احمد. وباذن الله نعمل في البطوله دي مروش كبير شرف باذن الله. لا 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 باذن الله، باذن الله نعمل وناخد مركز كويس، وباذن الله ممكن نلعب على البطوله كمان باذن الله. يعني برضو كابتن محمد، يعني برضو هعيد نفس الموضوع. كابتن عبد العزيز عبد الشافي وكان النادي الاهلي بيلعب لقاء السوبر، اتفق مع ميشيل سالجاد واحد من نجوم نادي ريال مدريد، وكان موجود في هذا اللقاء. الاهلي كسبه 1-0 وكان في زيدان وكان في راؤول، نجوم الكره العالميه مش بس ريال مدريد. بالظبط كده. بس رونالدو راح يعني بعد هذا يعني اللقاء، يعني راح بعد سنه 2003. ده كان اللقاء في سنه 2000 2001، وكان النادي الاهلي فاز بنادي القرن، وريال مدريد فاز بنادي القرن في العالم. النادي الاهلي فاز بنادي القرن في افريقيا. هرجع تاني للبطوله. احتكاك كبير جدا، احتكاك مهم. انديه يمكن افضل انديه على مستوى العالم، مدارس من اسبانيا في سيلتا وريال مدريد وبرشلونه، في من انجلترا مانشستر سيتي وليفربول وبايرن ميونخ، وفي بوكا جونيورز، وفي الهلال السعودي، وفي جوانزو من الصين. يعني كل العالم العالم ممثله في هذه الدوره طبعا، وهم كلهم فرق قويه. فاحنا بنعدهم من دلوقتي، بنعدهم نفسيا، لان البطوله طبعا عايزه اعداد نفسي. اهم شيء ان ما اروحش ابقى رايح خايف. لا، انا بقول لهم انا انتوا النادي الاهلي، احنا اسياد افريقيا واسياد العالم، احنا البطولات اكتر من برشلونه واكتر من ريال مدريد واكتر. يعني بنحفزهم. احنا بنقول لهم احنا مش رايحين ضيوف شرف، لا بالعكس، احنا رايحين نادي، وطبعا النتيجه بتاعت ربنا باذن الله. باذن الله باذن الله. يوسف، عايز برضو اسالك بقى، اعرف انت حسيت بايه وانت هتلاعب بقى الفرق اللي انت بتحبها؟ لا، هي فرق كويسه برضو، واحنا برضو النادي الاهلي، يعني ما تنساش ان احنا النادي الاهلي، نادي القرن، نادي البطولات. يعني اي فرقه برضو مهما كان حجمها ما نخافش منها، يعني احنا النادي الاهلي بس. طب انت يعني مين اكتر بقى غير الريال تلعب بقى الفرقه اللي فيها محمد صلاح؟ ليفربول يعني فرقه برضو، فرق كويسه، يعني فرق كويسه، اسبانيا والمانيا وكده. لا، توتنهام مش موجود. توتنهام محمد صلاح ده فيها جونين، شفت الجونين؟ عجبوك؟ وغير كده ضربه جزاء. هاري كين، ده انت متابع يعني ما شاء الله، كلهم متابعين الكره العالميه يعني بشكل كبير. طب مين اللعيب اللي في النادي الاهلي انت بتحبه غير طبعا احنا اتكلمنا على حسام غالي واحمد فتحي؟ احمد فتحي لسه موجود في الفرقه، مين بقى اللعيب اللي بتحبه دلوقتي بيلعب في الفرقه محمد؟ ممكن يكون عبد الله السعيد. عبد الله السعيد، اشمعنى عبد الله؟ عبد الله السعيد يعني برضه بيلعب الكره السهله، بس يعني عنده يعني حته السرعات دي يعني عالميه. يعني بيعمل سرعات من ورا اللعيبه من غير ما اللعيبه تشوفها، وبيعمل فاولات يعني حلوه برضه، وهو راجل في الملعب برضه. ونفس الشيء بالنسبه لك يا؟ لا، يعني في النادي الاهلي غير احمد فتحي يعني حسام عاشور برضه. حسام عاشور يعني انت جبت برضه مسمار قلب الملعب، يعني راجل نموذج الصراحه لكل اللعيبه. صح، وهم كلهم نماذج الصراحه، هو كلهم لعيبه كبار اصلا، يعني لعيبه عالميه اصلا. طب بتحب حسام عاشور عشان اخلاقه؟ بتحب حسام عاشور عشان ادائه؟ عشان اكتر واحد واخد بطولات؟ ولا يعني ايه السبب؟ لا، هو يعني ده برضه، هو تحس ان هو لعيب اولا قائد في الملعب، هو كابتن، وبرضه بعد حسام غالي او كده، تحس ان هو اللعيب راجل، يعني اللي بيلعب بحماس، مع انه ممكن يكون اكبر لعيبه في اللعيبه دي يعني، بس هو لعيب جامد، لعيب قوي. بس مين بقى اللي بيعمل معاكم كده في فرقتكم؟ ايه يعني مش فاهم السؤال. فرقتكم نفس يعني اللي بيحمسكوا في الملعب بيتكلم معاكوا على طول؟ لا، هي يعني الفرقه كلها برضه بيحمسوا بعض. بيحمس بعض، ده بيتكلم. هو اغلبيتهم بيبقى يوسف عفيفي ويوسف عفيفي يعني في الفرقه الاولى، يوسف عفيفي ومارادونا يعني يعني بيحمسونا شويه. مارادونا برضه، واحنا برضه بنحمس في الدور ده، كلنا بنحمس بعض. طيب، ولما بيخش يعني انتوا مثلا ابتديتوا ماتش، هبتدي بيك يا محمد، ودخل في مرماكوا هدف، كابتن سمير بيقول لنا ما تيأسوش، هاتوا الكرة من الجون ولعبوا عادي، لعبوكوا برضو هتجيبوا جون، احنا الاهلي بتوع اخر دقيقه. كابتن سمير بيقول لهم ما تيأسوش، لعبوا. انت جبت كام جون السنه دي؟ لا، هو في المهرجان جايب 3، ما جبتش في بطوله الصعيد. طب ما 3 برضو كويس، يعني تحب انت تروح على الجون وتشوط؟ اه،
بتحب تروح تقعد على الجون الصبح. وانت يا يوسف جبت جون السنه؟ لا السنه لسه. بترفع اوفرات بس؟ ترفع لحد غير يوسف؟ يوسف عفيفي؟ لا يحيى ابو العلاء. يحيى حسن مقبول لهم جوه 18 كده يعني. وبتبقوا نقلتوا بقى ولعبتوا السنه دي بتلعبوا 9 ب 9. اه 8 وجوه. حسيت ان الموضوع بقى اسهل بالنسبه لكم ولا اصعب؟ لا لا كل المساحات بتكبر يعني بيبقى الموضوع اسهل ويبقى في مساحات وبنلعب لعبنا اللعب بالذات اللعبه اللي هي الصراع او اللعبه اللي تعدي واحد على واحد ممكن تعدي واحد واثنين زي مثلا زي سيف زي محمد محمود زي فوزي زي اللعبه دي يعني. اللعبه دي بتعدي مساحات بتحتاج المساحات وتعدي. وانت برضه حسيت ان الموضوع اسهل يا محمد؟ اه خفيف كده. انا حسيت اسهل ليه برضه؟ عايز اعرف يعني. انا عرفت منه عايز اعرف منه يعني الموضوع اسهل يعني كل ما الملعب يكبر كل يعني كل ما الموضوع يسهل. يعني زي ايه؟ يعني احنا يعني كنا السنه اللي فاتت بنلعب 7 جون دلوقتي بنلعب 8 جون يعني اللعيبه بتزيد يعني في لعيب بيزيد زياده فده بيريح المجهود يعني بيقل شويه على حتى لو المساحه زادت. اه كابتن محمد هروح لك ليه نقطه مهمه جدا وحراسه المرمى واكيد بتديهم امثله. احنا ما شاء الله عندنا الشيف اكرامي واحد من الحراس الممتازين وخبره كبيره جدا وخد بطولات كثيره مع النادي الاهلي. وايضا عندنا ما شاء الله دلوقتي محمد الشناوي بشكل ممتاز وهايل وما شاء الله يعني من الناس المرشحه انها تخش في منتخب مصر. ايضا علي لطفي منضم وكان احمد عادل لسه منتقل. يعني بتديهم امثله للحاجات دي يا كابتن؟ طبعا طبعا احنا بنعمل امثله ليهم كمان على الماتشات اللي بره. باجي اتناقش معاهم شفت الماتش مثلا تعرف الجول امبارح طب الكره دخلت ازاي في الجون طب الحل بتاعها ايه. طبعا بنناقشهم في كده طبعا لان ده مبني على يعني مبني على الشغل اللي بيحصل في التمرين كمان. لان انا كمان في اوقات ان انا اخد من اخطاء المباريات اللي بتقابلنا في الدوري مثلا في الدوري البراعم او في الدوري بطوله الصيد اللي فاتت باخد المواقف اللي بتحصل في مباريات الاخطاء وبعالجها في قلب التمرين. نعم. وبشتغل عليها. فطبعا اكيد باخد مواقف من ضمن المباريات دي وببدا التمرين عليها على اساس ان هم يتعلموا ازاي دي مثلا انا غلطت فيها ايه الصح بتاعها فلازم اوريها له ويعملها ويشتغل عليها كتير وبنشتغل عليها كتير يعني مش مره وخلاص او وقت وانتهت لا بنكرر لان في حاجات بتبقى مبنيه عليها. اول حاجه ان بعض الاخطاء اقول لحضرتك على خطا من ضمن الاخطاء ولازم كنا بنشتغل عليها جامد جدا الفتره اللي فاتت لان كل ده شغل ناشئين فبييجوا ان هم فاول ويتعلق تبقى بالونه تخش جول. هو الناشئين للاسف وحتى يعني طابع اللعب في الناشئين. والفرق بعض الفرق في الدوري الممتاز كلها بالونات. ايوه غير لعبنا احنا بقى. هو ده اللي انا بتكلم غير لعب النادي الاهلي احنا الحمد لله في التكتيك ما شاء الله عليهم يعني هم الطاحونه الهولنديه زمان وهم بيعملوها. يعني فحضرتك ان انا بمرن على فكره برضه يا كابتن ما شاء الله مع الكابتن حسام بدري نفس الامر بالظبط كره بتدور كتير والكره كلها نقلات والاهداف كلها ممتعه بالظبط. ده اللي بيحصل وده اللي حصل في البطوله الاخيره بتاعت نادي الصيد. فاحنا بمرنهم عليها وبعرفهم ازاي ان انا اتمركز في المكان يعني مثلا لو هي بره ال 18 ابقى انا واقف فين في الجون اذا كانت متطوحه يمين شويه او شمال شويه ازاي الوقفه بتاعتي في الجون هتبقى عامله ازاي لو عدت من فوقيه هتعامل معاها منين. طبعا كل الحاجات دي لازم اعلمها لهم ولازم اقولها لهم لانها هي بتبقى زي مبادئ ومبادئ مهاريه للحارس المرمى دي حاجات اساسيه ازاي ان هو يتعامل معاها. فلو ما عرفهاش هو دلوقتي هتبدا هتبقى صعبه هيتقال عليه بعد كده مش متاسس صح بالظبط حضرتك. فانا بديهم الاول المهارات الاساسيه بتاعت الحارس بحفظها لهم تماما ودي من تماما اهم شيء اهم وطبعا وبعدهم دلوقتي البطوله اللي هي بتاعت دبي طبعا بعدهم مهاريا وفنيا لان طبعا هيقابلوا فرق كبيره يعني مثلا هيقابلوا برشلونه هيقابلوا مثلا ريال مدريد او سالتا فيجو. فازاي هيتعاملوا في المواقف دي ازاي ان هم يبقوا مفيش الرهبه مفيش ان انا ابقى خايف ازاي ان انا اتعامل ان انا في توقيت ما ان انا الماتش مضغوط عليا ازاي انا ادي الماتش ازاي ان انا اتعامل معاهم هنتعامل معاهم من تحت زي لعبنا ولا هبدا ان انا اشتغل ايد ورجل اشغل الروس حربه الفراوده بتاعتي. فده كله بنحاول ان احنا
نعدهم ليه لان هيلاقوه باذن الله. طبعا اللي بيحصل الله. في التمرين طبعا بيحصل في طبعا في طبعا اكيد. محمد عايز اسالك انت في سنه كام؟ اولى اعدادي. اولى اعدادي. طب ازاي بتعرف تروح التمرين وطبعا انت ما بتسيبش ولا تمرين بتبقى نايم بتحلم بالتمرين كمان وازاي بقى بتذاكر هنا بقى الحته بقى الثانيه اللي يعني انت ما بتحبش تعملها هي برضو المساله صعبه يعني بس يعني انا بهرج ان انت اكيد بتذاكر هي يعني بس برضو يعني بعمل شويه يعني دراسه وشويه تمرين يعني بس يعني لما اجي من التمرين يعني اخش على الدراسه يعني اذاكر وماما وبابا متابعين معاك الموضوع دوت؟ هم متابعين يعني بيقولوا لك لازم تذاكر كويس عشان لازم تروح التمرين؟ لازم تذاكر يعني لو انا ذاكرت اروح التمرين. نفس الشيء بالنسبه لك يا يوسف؟ يعني عندنا في سنه كام الاول؟ انا في سنه سته. سنه سته. عندنا بقى يعني في البيت يعني مثلا اروح الدروس اجي من الدرس اراجع حاجتي بحيث يبقى ورايا تمرين مثلا بالليل او اخذ الدرس مثلا اوقات بغيب المدرسه كتير فباخد دروس معظم دروس بتبقى الصبح فباجي مثلا بالليل بعد ما اخلص تمرين باجي ايه اقعد اذاكر وراجع حاجتي وهو بيراجع معايا بحل واجب بحس بعد كده واوقات يعني بروحش المدرسه فعشان كده ماسك يعني بنذاكر وماسك الدراسه وماسك الدراسه. تلعب بلاي ستيشن مع بعض؟ انا بلعب بلاي ستيشن. وانت بتلعب بلاي ستيشن؟ طب انت بتلعب بريال مدريد وهو بيلعب ريال مدريد بتعملوها ازاي بقى؟ لا عادي ولا بتغيره؟ لا عادي ممكن عادي انا ممكن العب ببرشا. انت بتعرف تلعب ببرشلونه؟ مين بيكسب طيب؟ لا لا انا وهو يعني ما لعبناش بعض قبل كده بنلعب عندنا في فرق يعني مثلا قريب مني او كده او بنروح مع بعض ونلعب بعض مثلا لعبت محمد محمود لعبت فوزي لعبت سيف ايمن لعبت يوسف؟ لا يوسف لا يوسف بيقولوا عليه حريف قوي حتى في البلاي ستيشن. يعني من اللعيبه الحريفه عندنا في البلاي ستيشن برضه هو علي. هو في الحقيقه كمان بسم الله ما شاء الله. طب انتوا يعني وانتوا بتلعبوا بقى انا هبتدي برضه بيك يا محمد. بتحب تلعب الكوره على طول لقدام ولا بيبقى في مثلا ماتشات مهمه او تقيله ما بتعرفش ولا يعني برضو الجهاز الفني بيقول لك انت بالذات انت يعني مركزك مهم جدا يعني مثلا يعني لو الحته مقفوله قدام اشغل الباك اليمين والباك الشمال مقفولين اشغل الاطراف لاف يمين ولاف الشمال يعني لو مفتوح قوي اسند عفيفي عفيفي اسند ده تاني ابو سهل يحيى يعني يلف يعني مثلا يلف يجيب جول يعني سواء هو او ابو العميه انت على طول بيبقى عفيفي بيبقى جنبه عشان يحل لك الدنيا لو اللي اخترك من الوسط وهو بيعملها يبقى صاله ويبدا يلف جاب بيها جون يحيى في ماتش اسيوطي بدماغه اسيوطي لا القناه ده ماتش اسيوطي جه معانا احنا عرضناه وهنعرضه تاني من الاهداف جاب منها جون برده من باص زي كده من مخترق من النص رفض راح بصاله راح واخدها مستلم وحطه في ظهره وراح شاطها على الجون. وانت بقى عملت كام جون السنه دي؟ لا عندي الجون بتاع بطوله الصيد وفي الجون بتاع فيلا بتاع ماتش الاسماعيلي اللي لعبها له وعملها له ويعني على ما اعتقد في مباريات ثانيه بس مش فاكر يعني متذكر قوي يعني عملت كتير. طب ما كسبتوا بقى بطوله الصيد وكسبتوا انتوا الدوري ما شاء الله وكان في بقى فرحه كبيره جدا وانتوا ماسكين الكاس اكيد يعني بفضل الكابتن احمد سمير. مين اللي بياخد الكاس الاول؟ كابتن عفيف طبعا عفيف بعد كده انتوا بتاخدوا بعد كده مارادونا يعني ثاني كابتن فرقه بعد كده احنا نرفعه بقى بعد كده انتوا كلكم بقى مسكتوا احنا كانت اللقطه كانت جميله الصراحه كنا جايبينها من هو عفيف بقى يعني هو اللي بيسلم الميداليات عشان هو القائد فلما اخدته يعني برضه عايز اعرف احساسك ايه بقى انت بتلعب ام بي وبتكسب ضربات جزاء اكيد فرحنا يعني بس يعني الماتش كان صعب يعني كان رخم قوي. انت شوت بنالتيات؟ شوت تاني واحد تاني واحده وجبتها ولا لا؟ ما جاتش. طب حظك كان صدت صدت. طب زمايلك بقى قالوا لك ايه لما تصدت؟ يعني عادي هنكسب يعني ما تزعلش واحنا يعني وبرده عندنا جون برده محمد سيد يعني من الحراس الجامد فصد هو واحده بقى انت طبعا كنت مبسوط جدا بقى الراجل ده اتكرر مرتين على فكره كان في قبل النهائي واسماعيلي انا جبتها في الاسماعيلي يعني في الاسماعيلي ضربات جزاء محمد صد في الاول ضربه جزاء وكسبنا بيها ده في المباراه اللي قبل النهائي وفي المباراه الثانيه في النهائي صد ضربتين جزاء واحده راح عليها وطلعت بره وطلعت بره والثانيه راحت صدت وانا جبت في الاسماعيلي بس الحظ كان سيء يعني ما جاتش في امبي. طب يعني ان شاء الله هتفضل تيجي تاني بس انت يعني اتعلمت حاجه ان الكره دي ضاعت؟ اتعلمت منها حاجه؟ يعني انا كنت داخل متسرع يعني
يعني بابايا قال لي يعني ما تدخلش متسرع تاني، اهدى على الكوره، يعني خد نفسك بعد كده يعني خش شوت. ودي اهم حاجه ان انت تتعلم من الغلط. انت يوسف شوت ضربات جزاء؟ لا ما شوتش ضربات جزاء. امال شوت هو كان الكابتن بيقول له شوت، كان الكابتن بيقول له شوت يعني لو ضيعت عادي ولا يهمك، بس هو يعني ضربات الجزاء ما رضاش. ضربات الجزاء ماتش ماتش ايه ده؟ كان ماتش اسماعيلي؟ ده ماتش الاسماعيلي. انا انت بقى اللي دخلت تشوت دلوقتي هنا. الناس كلها بقى بتتفرج عليك، بتتاثر بالناس يا محمد؟ اه اكيد. يعني تبقى والدك بقى موجود في 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 اه يعني لازم انا افرحه، هو ليه فضل كبير عليا. مين بقى اللي جاب الجون بتاع المكسب ده؟ ابو العمايم. راس حربة. راس حربة؟ برضه راس حربة كويس. كويس هو ويحيى، يعني الاثنين راس حربة جامدين قوي. الفرحة دي بقى حاسين ان انتوا خلاص هتصعدوا النهائي ومجهود الموسم كله خلاص. احنا يعني تعبنا في الموسم ويعني ربنا ادانا على قد يعني على قد ما نقدر، ويعني والبطولة دي يعني لا والبطولة كمان كانت مضغوطة، يعني كانت اسبوع كامل ورا بعض ورا بعض، يعني كل يوم ماتش ورا بعض، ما رايحناش على طول، ما رايحناش من الساعة 11 الصبح لغاية اما نلعب ونخلص الساعة 6 مثلا. ما رايحناش عشان تتعامل بنظام المهرجان. المهرجان الفرق كلها بتبقى كله بيبقى موجود. احنا في البطولات يعني الاهلي هو معروف في البطولات مش معروف في المهرجان. الكابتن في المهرجان بينزل فرقه وفرقه، لكن البطولات يعني البطولات الست دي الفرقه ثابته، سواء برضه في المهرجان يعني بيغير اربعه، يعني بيغير فرقه وفرقه، عشان كده يعني الاهلي معروف في البطولات. يوسف انت يعني بالنسبه لك كان ايه اصعب ماتش؟ هو اصعب ماتش اسماعيلي ولا انت؟ لا امبي. امبي يعني حتى على الرغم ان انتوا برضه اولا امبي يعني احنا الماتش ده بالذات يعني ليه ترتيبات خاصه وليه حسابات خاصه تانية خالص. ان هم يعني برضه كنا بنروح للاعيبهم وكده، كان من فرقه كويسه. فالكابتن يعني ده اسم ماتش الفيصل او البطوله، يعني ماتش هو اللي يعني بيوري ان احنا رجاله وجدعان مع الكابتن والروح وكده. الماتش ده يعني الكابتن عندنا ما بيعملش اي ضغط نفسي، عادي هو اللعيبه وصلنا ضربات جزاء عادي، ما تفرقش لا هنكسب كده يعني. بيحمس محمد فتوح كمان بيتكلم معانا، بيتكلم مع الحراس يعني بيتكلم معانا وشد حلقه رجاله وكده. وكابتن تامر وكابتن محمود صالح كل على طول كلهم بيتكلموا قبل الماتش. انا على طول وكابتن احمد وفي نفس الوقت انا ممكن كابتن احمد يبقى بره الاوضه كده ولا حاجه، اقعد اتكلم معاهم كتير. تحفيز بقى تحفيز معنوي يعني، مش هتكلم في الكوره. لا الكابتن احمد بيتكلم في الكوره فانا بكلمه في المعنوي، على اساس ان هم يبقوا رجاله في الملعب عارفين واجباتهم بالظبط، ينفذوها زي ما قال لهم الكابتن عليها. وفعلا بيستجيبوا يعني الحمد لله ان المجموعه دي بتستجيب بطريقه حتى بتستوعب وبتحفظ كويس جدا. هو ما شاء الله ونفذوا عندهم وعي كبير قوي كابتن. يعني مش عايز اقول لحضرتك بالشخصيات وطريقه الفكر اللي موجوده، سواء طبعا يوسف واحمد ايمن او محمد ويوسف جمال. يوسف عفيفي طبعا اللي كان في البدايه الكابتن، لا حاجه جميله طبعًا. جدا حاجه مبشره ما شاء الله طبعا. وبينفذوا وعندهم استيعاب يعني غير طبيعي، بيحفظوا كويس جدا، بينفذوا اللي بيقوله الكابتن. ممكن الكابتن بيغير حاجه تكتيك مثلا بين في الماتش او بين الشوطين بيستوعبوها جدا جدا وبينفذوها. حتى لما بيجي حد يغير مثلا زي طارق فوزي اما بينزل بينفذ، يعني مش عايز اقول لحضرتك ويحيى بيبقى مثلا متعادلين 0-0 الشوط الاولاني هو ممكن ينزل يكسبنا، ينزل بيغير النتيجه تماما. يعني في الفتره اللي فاتت دي فعلا في الاسبوع اللي هو كان في البطوله تغيير كبير جدا في الفرقه، بقوا ما شاء الله على قدر ان هم هيفرحونا وهيسعدونا باذن الله في بطوله دبي باذن الله. احنا كلنا طبعا فيهم احساس يعني. طيب احنا معنا على الهاتف الاستاذ رأفت عبد العظيم والد محمد. رأفت مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك، تحياتي وتحيات كابتن محمد فتوح مدرب حراس المرمى. اهلا بيك. تحياتي الكابتن فتوح وتحياتي لحضرتك، انت منور الشاشه والله. ربنا يخليك يا فندم، ده نور حضرتك ونور طبعا اولادنا كلنا اللي منورنا، وصراحه كلنا مبسوطين ليهم، يعني حاجه جميله جدا. ربنا يبارك لك والله. احنا لنا الشرف اللي احنا بنسجل معاك، دي اول حاجه يا فندم. ولنا الشرف اللي احنا بنلعب في النادي الاهلي تحت قياده نجم زي الكابتن احمد سمير بيبو. طب استاذ رأفت، بالنسبه لحضرتك كولي امر، وطبعا كنت لسه بسال محمد انت ازاي يا محمد بتقدر تكون لعيب في النادي الاهلي
في نفس الوقت بتذاكر وبتجتهد في مذاكرتك. الموضوع ازاي حضرتك بتتواصل معاه في هذا الامر؟ والله الموضوع صعب جدا، وهم عليهم عامل كبير وعندهم عليهم جهد كبير جدا وبيتعبوا، وربنا معاهم الفتره اللي جايه دي. هم تعبانين وتعبوا جامد الفتره اللي فاتت دي، وربنا يوفقهم يا رب. طب حضرتك متفائل ب يعني فرقه النادي الاهلي 2005 والدوره اللي هيلعبوا فيها الانديه الكبار زي برشلونه وريال مدريد؟ والله النادي الاهلي مش اقل من الانديه دي. نادي الاهلي نادي القرن، نادي كبير معاهم مدرب على اعلى مستوى اسمه كابتن احمد سمير ديبو، ودي حاجه يعني. كابتن احمد سمير ده ليه الفضل في المستوى اللي وصل ليه محمد. محمد كان في نادي انبي وشبه مشي، ولما يرجع اساسي في نادي الاهلي ويرجع منتخب مصر يبقى اساسي في منتخب مصر، يبقى الكابتن احمد سمير ده ساحر مش مدرب بس. والله دي حاجه طبعا ليه ولزمايله ما شاء الله بيلعبوا كره جميله جدا، وكل ده باجتهاد صحابه كلهم. والله هم مش واحد بس، هي مجموعه، هي اسمها فريق. نعم. والنادي الاهلي هو اللي بيعلمنا كده والله طول عمره يعني. طيب هو وعد حضرتك بحاجه في الدوره ديت ان هو هيأدي بشكل كويس؟ وثبت وجوده بقوه والله، بشهاده كابتن احمد سمير، بشهاده النجم المتالق كابتن تامر حفني، دكتور عمرو ابو المجد، كابتن محمود صالح، يعني الناس ما سابوهمش لحد اخر لحظه، بينزلوا معاهم في الملعب بيحمسوهم، بيقولوا لهم ان انتوا لابسين تيشيرت لازم تبقوا قده. مجموعه محترمه ونادي محترم، نادي قرن يعني. طيب يا استاذ رأفت العظيم بشكر حضرتك شكرا جزيلا، مداخله جميله جدا من بابا محمد، وشكله ان هو متفائل. انا عايز برضو اسمع منك، انت لازم بقى توعد دلوقتي جمهور النادي الاهلي، الناس كلها متابعاك، هتعمل ايه بقى في الدوره مع زمايلك؟ لا يعني احنا هنعمل في الدوره يعني شغلي حلو يعني، اللي الكابتن يعني هيدولنا هننفذه في الملعب يعني، غير كده يعني مش هنعمل. طب عايزين تكسبوا؟ ان شاء الله هنكسب البطوله. مش تبقى خايفين من الاسامي الكبيره؟ لا مش لما خايفين، هو النادي الاهلي قليل، النادي الاهلي يعني نادي عظيم، نادي القرن. انت نفسك تبقى ايه يا محمد يعني تكمل لحد فين في الكوره؟ يعني اكمل يعني لغايه الفريق الاول يعني، ممكن احترف بره. نفسك تحترف؟ نفسي. تبقى زي مين بقى في الاحتراف؟ مثلا زي محمد صلاح. زي محمد صلاح؟ تحب محمد صلاح؟ ده اكتر لعيب بتحبه في المنتخب؟ يعني حاجه نموذج جميل. ها هو لعيب جامد. طب يوسف عايزك تقول الو. الو. الو كده بصوت عالي. الو. يوسف ازيك يا يوسف يا حبيبي؟ الحمد لله. خير، عامل ايه يا حبيبي؟ منور الشاشه كلها. ربنا يخليك. استاذ جمال والد يوسف جمال، بنرحب بيك في قناه النادي الاهلي. يا مرحبا يا كابتن محمد، يا مرحبا يا كابتن محمد فاروق، ومرحبا كابتن محمد فتوح، ومنورين الشاشه ومنورين الجنه. اهلا بيك. اخبار يوسف ايه، بيذاكر؟ لا ده يوسف ما شاء الله، يوسف ما شاء الله يعني رغم انه وقت قصير وتدريباته 5 ايام في الاسبوع، الا انه هو ذكي في المذاكره، والحمد لله ربنا موفقه في كره القدم، وبنقدر نوفق بما انا مدرس بوفق له حصصه مع المدرسين بعد ما بيجي من التدريب. والحمد لله رب العالمين مستوى هايل جدا، وجايب نتيجه كويسه في الترم الاول، والحمد لله الحمد لله ماشيه كويسه الحمد لله. استاذ جمال، احساسك وابنك بيلعب في النادي الاهلي، حاسس ان هي مسؤوليه بالنسبه لك؟ لا هي مسؤوليه كبيره وضغط كبير علينا، لان النادي الاهلي نادي عظيم ونادي كبير، ويستاهل ان احنا خدين بيه، يسأل ان احنا نضحي من اجله، ويسأل ان احنا نبني بطل في النادي الاهلي بحيث يحمل بعد كده اسم النادي الاهلي، ويبقى من ضمن القاده اللي موجودين في النادي الاهلي، لان جمهور النادي الاهلي كله يستاهل منا كده ان احنا نبني له اجيال عظيمه تقدر تحمل فانيله النادي الاهلي. طب هو بيوعدك بايه يا فندم يوسف؟ هو بيوعدنا رغم التعب اللي احنا فيه والمجهود الشاق اللي احنا بنعمله، سواء من التدريب سواء من المذاكره، ان هو بعد كده هيخدم النادي الاهلي بقلبه وبعينيه وبجهده وبالكفاح وبعرق كبير، ان هو ان شاء الله يبقى لاعب متميز، وطموحه كبير، مش طموحه انه يلعب، لا طموحه انه يبقى من اللعيبه الكبار في الفريق الاول، وطموحه انه يبقى في منتخب مصر ويحمل اسم مصر عالي وينتصر في كل الماتشات وكل الالعاب اللي بنلعبها ان شاء الله. باذن الله يا استاذ جمال، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. يوسف هسألك بقى سريعا كده، عايز نفسك تبقى ايه في الكوره؟ يعني نفسي ابقى لعيب متميز وابقى لعيب كويس داخل مصر وخارجها، ونفسي برضو يعني احترف بره مصر
برضه يعني. طب نعمل ايه في البطوله قدام ان شاء الله هناخدها احنا النادي الاهلي وما نخافش من حد، احنا احسن نادي برضه، احنا نادي البطولات يعني مهما كان الفريق اللي احنا هنلعبه مهما كان اسمه او اي حجمه يعني احنا النادي الاهلي ما نخافش من اي حد. كابتن محمد فتوح بشكر حضرتك شكرا جزيلا. انا بشكر حضرتك لان انا وجود مع حضرتك النهارده، بس احب اشكر دكتور عمرو ابو المجد اتصالاته معانا كان بيشجعنا، وكابتن اكرامي، كابتن اكرامي كان بيتابعني يوميا الحراس اخبارهم ايه عملوا ايه. بشكر كابتن خالد جد الله، كابتن محمود صالح على مجهود، الكابتن محمود صالح كان مجهود بيفضل معانا من الصبح لغايه ما نخلص خلص ونمشي، وكابتن تامر حفني طبعا ده مجهود يعني فوق الوصف وفوق الخيال، وبشكر طبعا اللاعبين وبشكر كابتن احمد سمير وكل ده باين في شكر كابتن فاروق يعني كل دوت باين في النتائج. الحمد لله يا رب الحمد لله الحمد لله وعندنا الاحسن باذن الله باذن الله. دي كانت فقرتنا النهارده مع نجوم الا مستقبل مع امل الكره المصريه، مش بس النادي الاهلي، النجوم اللي ان شاء الله هيشرفونا في دوره دبي الودية الدولية. كنت مع حضراتكم لمدة ساعتين بنستعرض كل أخبار فريق 2005 وأيضا أخبار قطاع الناشئين بالنادي الأهلي اللي هو العماد العمود الفقري لكل الأندية وللنادي الأهلي في كل بطولاته. وبعد الفاصل إن شاء الله هنضم زميلي عبد الحميد حسن ونجوم الكبار بيتكلموا عن حصاد الدوري والجولة 22 في الدوري الممتاز، وأوعى تروح بعيد عشان النادي الأهلي حديث.